ذا اند اوف ذا فيرست اير، يعني من الشهر الثاني لنهايه السنه الاولى. اللي ما خدش شهر ثاني يعني حاجه ولا لا؟ ده اسمه ايه؟ بص ايه؟ نيونيت. مجموع الاثنين اسمه يا شريف انفنت، يبقى الانفنت ومجموع مين ومين؟ نيونيت وبص ايه؟ نيونيت. يا حسين روم سكند اير، ما دي السنه الاولى. من السنه الثانيه لنهايه الخامسه. اسمه ده؟ محدش يقول لي شايف، ما هو اتشالت كل ده. اسمه بري سكول. بري سكول لانه من اول السبت هيبقى اسمه ايه؟ سكول. يعني بص، يعني التشايلد مجموع مين ومين؟ ايه يا جماعه مش شغال؟ التشايلد مجموع الانفنت وبري سكول. الانفنت مجموع مين ومين؟ انيونين ونص يونين. كنت بتسال سؤال ذكي قوي يا احمد، يقول لك ايه؟ يا دكتور حد نفسه يسال السؤال ده يزعل نفسه قوي، يقول لك يا دكتور نعم هي دي اول سنه صح؟ اسمه ايه؟ انفنت. طب دي من الثانيه لكام؟ للخمسه، فين اللي بينهم؟ فعلا تقول لك كده، فين اللي بين الاولى والثانيه؟ سالت السؤال ده كتير. هو السنه اللي فاتت بص خلصت اهي، اول سنه النهارده بقيت يعني امبارح كان عيد ميلاده وكل سنه وانت طيب مين فاهم؟ محدش عارف دخل الثانيه يلا يبقى الانفنت اول كام؟ يلا بسرعه الانفنت اول ايه؟ اول سنه. طيب ومن دي لخمسه اتفضل. ها من دي لخمسه يبقى اسمه يا جماعه بري ايه؟ بري سكول صح ولا انا سليم؟ تمام؟ نستهدف بالله ونقول ايه؟ لا 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 يا جماعه اول مرحله عمريه هتعملنا بيها بشويه اسمها ايه؟ هسألك سؤال بشوي، تبقى انت راجل برنس؟ مش كل مرحلة عمرية يا ابني لها بروجرام؟ أو لا؟ كل مرحلة عمرية لها إيه؟ لها بروجرام، البروجرام دوت لو جيت قلت لك إيه هدفه؟ حتى لو مش موجودة في الكتاب، يعني لو جيت قلت لك إيه هدف الماترنال كير بروجرام؟ إنه يهتم مين؟ والأم، إيه هدف التشايلد كير بروجرام؟ إنه يهتم مين؟ بالعيل. طب إيه رأيك إن الأهداف أربع كلمات؟ مين أهم أربع كلمات في حياة الكوميونتي؟ أكيد البي بي سي آر. يعني لو جيت قلت لك هدف التشايلد كير بروجرام إيه؟ أكيد بروموشن أوف هيلث أوف تشيلدرن، بريفنشن للديزيز بتاعت التشيلدرن، كنترول للديزيز بتاعت التشيلدرن، وريهابيليتيشن للكومبليكيتد او للهاند كاب. حد فاهم حاجه ولا لا؟ بس يا عم ابدا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم كده عشان ربنا يرضى عنا ونبدا مع بعض. يعني ايه اوبجيكتيفز؟ يلا عشان حصه كبيره شويه بس سهله. اوبجيكتيفز اوف ايه؟ تشايلد كير بروجرام. مين اللي ما ذاكرش الحصه اللي فاتت؟ ارفع لي ايديك. كل الناس اللي قاعده ذاكرت معايا سالم بس؟ مين اللي ما ذاكرش تاني يا جماعه؟ لازم ده كفايه. انت والله يا سلام ما كنت رفعت ايدك يا كابتن. في ناس كتير على فكره ما رفعتش ايديها ومش مذاكره صح ولا لا؟ احنا قلنا بص بص لي بس معايا، اول مرحله كنت سميتها ايه؟ ماترنال. ثاني مرحله مين؟ تشايلد. قال لك يعني تشايلد كير بروجرام، ايه الهدف بتاعه؟ اكيد البي بي سي ار. ايه رايك كده؟ اكيد بروموشن اوف هيلث. نجري شويه في الكلام السهل، بروموشن اوف هيلث اوف اول تشيلدرن صح ولا لا؟ بريفنشن يا عمر، راح اجيب لك اشهر امراض موجوده عند الطفل. التشايلد ده احنا قلنا اول كام يا عم احمد؟ خمس سنين. خلاص يا عم احمد انسى الماترنال اللي هو اوريدي منسي خلاص. خش مين في التشايلد؟ التشايلد ده يا دكتور اول خمس ست سنين الدوله عامله له بروجرام، لان البرانش كله اسمه هيلث ايه؟ سيرفيس، يعني الخدمات الصحيه اللي بتتقدم لكل مرحله عمريه. فاول يا سعيد ما يسالك سؤال، على فكره انت ممكن السؤال ده حتى لو مش موجود في المذكره، حتى لو مش مذاكره، واحد بيسالك بيقول لك ايه هدف البروجرام؟ اكيد بروموشن للهيلث قبل المرض ما يحصل، اكيد بريفنشن للديزيز قبل المرض ما يحصل، واكيد المرض لو حصل اعمل له كنترول، ولو الطفل دخل مني في كومبليكيشن اعمل له ريهابيليتيشن. بس اقرا كده يبقى بروموشن اوف هيلث كل تشيلدرن ثم مين؟ بريفنشن. مين البرنس اللي يقول لي؟ بص 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 لي مين اشهر امراض تيجي لعيال صغيره؟ ابن اختك مثلا صغير، مفيش عيل صغير ما جالوش انفكشن. بسم الله الرحمن الرحيم ما جالوش انفكشن لان مناعته ايه؟ ضعيفه. مفيش عيل صغير ما دخلش منك في مال نيوتريشن، مفيش عيل صغير ما وقعش منك او ما اتخبطش. اكسلنت. يبقى اشهر ثلاث امراض فاهم انا صبح ولا لا؟ ثلاثه انفكشن مال نيوتريشن ايه؟ عشان كده راح قايل لك بريفنشن ليه؟ ما هو لازم يقول ما مش هينفع يقولها جنرال كده، مش ما جتش المره اللي فاتت صح؟ ما جتش ها؟ بريفنشن اوف ايه؟ ديزيزز. زي ايه ديزيزز؟ ها زي الانفكشن والمال نيوتريشن ومين عملها دي والاكسر. ثم كنترول قال لك للانفكشن يعني كنترول اكتب كده لاي مرض للامراض. كنترول للامراض زي الانفكشن زي الكومبليكيشن اوف هيلث هازارد. وراح قايل لك في الاخر ايرلي تريتمنت لانه عايز اعرفك يا ساره ان الكنترول هنا تريت ايه؟ تريتمنت صح ولا لا؟ تمين البرنس اللي يقول لي بص اخر كلمه سبيشال كير بروجرام فور هاند كاب بين قوسين بس يا عم يبقى من غير ما اذاكر احنا خلصنا مرحله اسمها يا دكتوره ماترنال. دخلت على مرحله ثانيه اسمها ايه؟ تشايلد. اول ما بدا بايه؟ بدا بالاوبجكتيفز بتاعتك. ايه الاوبجكتيفز بتاعت اي تشايلد بروجرام؟ اكيد بي بي سي ار، بس قولهم لي زي ما هم موجودين عندك في الكتاب. الناس تصحصح وتعيد معايا عشان نطلع من المعلومه. اول حاجه ان انا اعمل بروموشن لمين؟ للهيلث بتاعت الاول تشيلدرن. ايه الاول ان انا ما اكتبش كلمه اول تشيلدرن؟ رقم اثنين اعمل بريفنشن لاشهر امراض في حياه الطفل الا وهي يا صبحي انفكشن ومال نيوتريشن ومين؟ واكسل. رقم ثلاثه ان انا اعمل ايه؟ كنترول. كنترول برضه لاي امراض زي ايه الامراض اللي عندنا؟ زي الانفكشن او الكومبليكيشن بتاعت الهيلث هازارد او اي حاجه من الحاجات دي. ثم سبيشال كير بروجرام فور هاند ايه؟ كاب. ادي التقسيمه بتاعتك تحت المرحله العمريه. مين المرحله العمريه اللي عندنا يا عم بيه؟ اقرا كده. ان يونيت احنا قلنا ان يونيت اول كام؟ ترد عليا ان يونيت اول ايه؟ شهر. طب بص يونيت
اللي هم 11 شهر فروم ايه؟ فروم سكند مانث تل ذا اند اوف، ما انت ما ينفعش تقول ال 11 شهر وخلاص، يبقى فروم سكند مانث تل ذا اند اوف ذا مين؟ فيرست ايه؟ فيرست يير، صح ولا لا؟ تمام. بقول لك ايه؟ اكتب على الاثنين دول من على الشمال كده مجموعهم الاثنين يساوي كلمه ايه؟ انفنت. مجموع الاثنين بيساوي ايه؟ يساوي كلمه انفنت، صح ولا لا؟ امال من 2 ل 5 بيقسموا هنا 3 بري ايه؟ بري سكول. راح اجيب لك في كلمه بالعربي كده ايه الخدمات اللي بتتقدم. بقول لك ايه صحيح، الام دلوقتي الام هتاخد العيل الصغير، شوفها يا سامي، العيل الصغير تروح توديه لوحده الايه الصحيه. طبعا الخدمات اللي بتتقدم حاجات كتير يا محمد، بس هو رتبهم لك يا محمود في اربع كلمات، 1 2 3 4. اول واحده اكتب عليها الام، بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت بتوصل الخدمه بتاعتك للعيل انك تطعمه او تخلي بالك من القلق او الكلام ده، كل ده عن طريق مين؟ الام، في صوره ان انا اعمل لها هيلث ايديوكيشن. يبقى اول خدمه بتتقدم يعني يقصد يقول ايه؟ يقول لك دلوقتي الوحده الصحيه، احنا اتفقنا قبل كده يا جماعه الدول المحترمه الوحده الصحيه اللي هي البرايمري هيلث كير هي تقريبا اللي بتقدم كل الخدمات، صح ولا لا؟ قبل كده للماتيرنال وبعد كده لمين؟ للتشايلد. قال لك بنعمل بروجرام، البروجرام ده هدفه بي بي سي ار للعيل. طب مين العيل؟ راح مديك التقسيمات العمريه بتاعته. نيونيت، بص نيونيت مجموعهم انفنت من 2 ل 5 اسمه بري سكول، ده العيل الصغير عندي. ليه؟ لان كل مرحله عمريه ولها امراضها ولها خدماتها. حد فاهم حاجه ولا لا؟ طب ايه بقى الخدمات اللي بتتقدم؟ لما هم لك في كام كلمه عم سالم؟ اربع كلمات. اول واحده الام، تاني واحدة اكتب عليها متابعة نمو، ثالث واحدة وقاية، رابع واحدة علاج. خلص الموضوع الاهبل ده. يعني سنة سنة هي الأم بتاخد العيل الصغير وتروح الوحدة الصحية، أنت بتعمل إيه الأم؟ هيلث إيه؟ إديوكيشن، أباوت إن هي إزاي تهتم بالعيل وإزاي ترضعه والكلام ده. هتعرف أنت السنة الجاية في الأطفال إن البريست فيدنج له ميكانيزم وإن الويننج له حوار. ويننج يعني إيه؟ هو الفطام ده بيبدأ عند كام؟ كل الناس مين اللي قال 6 شهور؟ راجل برنس. كل الناس فاهمه ان الفطام دوت عند 2. الفطام معناه ان انا ابدا ادخل اكل مع اللبن، مش ان انا اوقف اللبن. احنا بنوقف اللبن عند كام؟ 2. لكن ان انا ابدا ادخل اكل مع اللبن عند اشمعنى بقى 6 شهور يا محمود؟ يقول لك اصل الام مديه للعيل ستورز اكل كتير، كالسيوم وايرن وكله، الستورز دي بتخلص عند كل حاجه العيل واخدها من امه بتخلص عند 6 شهور. المناعه اللي هي مديها له بتخلص عند 6 شهور، فاهم حاجه ولا لا؟ الاكل اللي هي مديها له بيبدا عن بيخلص عند 6 شهور، عشان كده انا ببدا ادخل اكل مع اللبن عند 6 شهور، لازم الدكتور اللي فاهم ينصح الام بالكلام ده. هيلث ايه الاول؟ اديوكيشن، اقرا كده اوف مين؟ اوف ماذر، هاو تو كير تشايلد اند فيد هيم. رقم 2 جروس اند ديفلوبمنت مونيتورنج، اكتب عليها متابعه نمو. كتبنا عليها متابعه، ايه الفرق بين جروس وديفلوبمنت؟ اول شابتر السنه الجايه تعرفه في الاطفال في الجنرال جروس اند ديفلوبمنت. في انت بتاخد ابنك وتروح الوحده الصحيه او دكتور الاطفال بيحطه على الميزان على الوزن او يشوف الطول بتاعه، ده اسمه جروس. النمو هو زياده في السايز، ان العيل يكبر او يطول، ده الجروس. دي نقطه، والنقطه الثانيه الديفلوبمنت. الديفلوبمنت بقى ده الماتوريشن بتاع البرين، ابنك طلع عامل ايه؟ يعني ابنك لما بيشوفك او بيشوف والدته والكلام ده بيبص لك ويضحك ولا لا؟ ده الماتوريشن، لما يسمع صوت قران او يسمع صوت موسيقى ينتبه لها، يبقى ده ديفلوبمنت، يبقى ده ماتوريشن والبرين. يبقى لازم اتابع النمو جروس والديفلوبمنت، هذه نقره وهذه نقره. حد فاهم حاجه ولا لا؟ العيال الصغير تروح لوحده الصحيه عشان ياخد تطعيمات ولا لا؟ كتبنا عليها ايه؟ وقايه. ثم الكلمات الاخيره اللي انا عامل ايه؟ يعني نص صفحه مالهاش شحن اللازم. في اي مشاكل؟ هنبدا الورق، اكتب البرنس اللي يحفظ الصفحه دي. نفس اللعبه، البرنس اللي يحفظ الصفحه دي. ولما اقول لك الصفحه دي رخمه يبقى الصفحه دي رخمه، ودي ارخم حاجه في الحصه النهارده. خلصتها ما عادش والله في حاجه صعبه خالص. اي ام مفيش حاجه؟ اكيد. اي ام ايه؟ سي اي. استهدوا بالله وقولوا ايه؟ لا 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 الله، يعني ايه عيل صغير يا عم صبحي؟ احنا قلنا العيل الصغير اول كام؟ مش موجود. مش موجود ليه؟ لما كان عيل صغير ما كانش موجود. جيت النهارده؟ احنا لسه بنفننه اهو. بنفننه؟ العيل يالا اول كام؟ لسه قايل حد صح؟ هو ايه انت ما جيتش موجود النهارده؟ ما كنتش عيل يالا. لا لا هو انا داخل جيت ده. هو لسه ما عداش المرحله. لسه هو الولد لسه معانا يعني. ماشي؟ هنشوفه. يلا يلا العيل اول 5 سنين يا صبحي، العيل الصغير اول كام؟ بص لنهايه الخمسه. ليه؟ لانه من اول السبت الصبح هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه سكول. من السبت 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 يا جدع. يلا من اول الثلاث سبت يا صبحي. يا صبحي انت نايم امتى امبارح؟ لا مش فاكر. ما لازم تبقاش فاكر. بس اللي بقى كده معايا استهدوا بالله لا اله الا الله. العيال الصغيره يا صبحي اول 5 سنين لنهايه ال5 سنين، من اول ما يتولد لحد نهايه ال5 سنين، يعني من اول السنه السادسه هيبقى اسمه سكول. فدي مرحله ثالثه، يعني الام ماترنا يبقى بريجننسي ليبر بريبيريا. العيال الصغير اول 5 او 6، عشان لما نيجي نراجع بعد كده يا سيد يبقى الكلام بالنسبه لك سهل. هو بدالك قال لك ان احنا الدوله عامله لهم بروجرام سميناه ايه؟ تشايلد كير بروجرام، هدفه بي بي سي ار. وراح مديك التقسيمه العمريه بتاعته، قال لك اول سنه اسمه انفنت. اول سنه في العمر يا صبحي بتبقى كام شهر؟ اول سنه؟ اه
أول شهر بس من يونيو. طب في نص كام ضايع؟ صح إيش شباب؟ بص إيه؟ بص يونيو. مجموعهم الاثنين هو السنة الأولى اللي هو إنفان. يبقى انا سالتك السؤال ده ليه؟ لان اول شهر اسمه يونيت. تسمع كده في يافطه الدكتور اطفال كده يقول لك ايه اخصائي مش عارف المكسرين وحديث الولاده. حديث الولاده دول اليونيت ده شطر عندهم كده كده في الاطفال السنه الجايه في الجنرال. المكسرين دول هم البري تيرم اللي طلعوا بدري. مش مهم. يبقى اليونيت ده اول كام؟ اول شهر. البوستن يونيت ال11 شهر. يقولوها ازاي؟ يقولها فروم سكند مانث تيل ذا اند اوف ذا فيرست يير. مجموع الاثنين انفنت فيرست يير اوف لايف زي ما قلتها في الريتس زمان السنة اللي فاتت. انا عارف بس معلش يلا. وبري سكول من 2 لكام؟ من 2 ل5. من 2 ل5. حد عايز يسأل حاجة؟ لا. من 2 ل5 اسمه بري ايه؟ بري سكول. نهاية الأولى وبداية الثانية. بس غلطان كده يا عم سعيد. الخدمات قالهم لك في كام كلمة؟ هي الـ IMCI. خلصتها امشي من الورقة دي. يلا كده معايا سهلة بالأول ايه؟ لا 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 يعني ايه IMCI؟ حد يترجم حرف كده؟ انتجريت. يعني ايه كلمة انتجريت؟ ايه؟ متكامل او مكثف. حاجه مكثفه برنامج ما ترجمش حرف دلوقتي. استنى مانجمنت. وادي احلى. هو المانجمنت دايجنوز ولا تريتمنت؟ الاثنين. كان دايما يقول لك انك تمانج يبقى لازم تعمل دايجنوزز وفي نفس الوقت تعمل تريتمنت. يعني ايه تشايلد النس؟ تشايلد النس يا عم صبحي بالله عليك الدنيا. يعني لو هقول لك الحاجه انتوا اللي هتحددوا وقت الحصه. هي الصفحه دي. الصفحه دي بعدها مش هنقعد ربع ساعه ومش بالله. بس الصفحه دي بالله يا عم محمود تبقى زي اسمي. تشايلد انس عن امراض الايه؟ الاطفال. بقول لك ايه؟ اكتبها بالعربي كده جنب الموضوع. برنامج مكثف. برنامج ايه؟ مكثف من اجل تشخيص وعلاج امراض الاطفال. واحد يقول لي ايه العنوان الطويل ده قوي يا دكتور؟ ما هو اصلا عنوان طويل. برنامج مكثف. يعني ايه مكثف؟ انتجريت مانجمنت اند دايجنوز وايه؟ وتريتمنت. اكتب كده برنامج مكثف من اجل تشخيص وعلاج امراض الاطفال. امراض الايه؟ الاطفال. اول على فكره طلع ثلاث عناوين من راس السؤال. يعني معنى كده ان السؤال دوت ممكن يجي لك في كام راس سؤال؟ ثلاث. مي مش عايز سؤال. انا في انهي مرحله؟ تشايلد اللي هي اول كام؟ 5 سنين. المرحله دي مهمه في الامتحان جدا. ليه؟ لانهم بنربوا ليه جروب. هم ومين؟ بقول لك يا لا سعيد انا لو احط امتحان في الليل سيرفيس اول 7 ورقات دي البريورتي بتاعتي. ليه؟ لانه يهمه الخدمات الصحيه. يهمه بقى مين اللي بيقدم. يعني يهمه الوحدات الصحيه. يهمه الكلام ده انه يسال فيها. بتوع الكوميونتي بيحبوا اول الحته دي. وبعدين بص قدامه مراحل كتير في بقيه المذكره. يجيب انهي مرحلتين؟ الماترنال والتشايلد. اما الادولسنت والادلت والسكول تحس ان هم كبروا شويه فمرعتهم بقت محترمه فما بقوش بنضرب الجروب قوي. يعني يهمه الماترنال ومين؟ والتشايلد. يعني ايه اي ام سي اي؟ اولا احنا كتبناه بالعربي برنامج مكثف من اجل تشخيص وعلاج امراض الاطفال. لما خلاص على فكره في سكيمه عملها في الاخر عشان التوهان لان الورقه دي بتتوه هلا بشوي. تسالك في كام سؤال بشوي؟ 3. يعني يسالك الاوبجكتيفز. اكتب كده يا الاوبجكتيفز يا الراشونال. ايه الراشونال ده يا دكتور؟ هتعرف دلوقتي. بص بين قوسين استراتيجي يا الستبس. يعني اسالك في الاوبجكتيفز. يعني ايه الاوبجكتيفز؟ الاهداف. يعني اللي بيفهم بيراح والله ولا حوده. كان دايما يقول لنا كده ما عرفناش قيمه الكلام ده دلوقتي. 1 اوبجكتيفز، 2 راشونال، 3 ستبس. البرنس اللي يصحصح معايا. ورقه زي دي ورقه زي دي بتسد النفس في المذاكره. خل واحد فاهم يحس بالاكتئاب. اي ام سي اي. بقول لك ايه صحيح؟ اول سطر بيستعطفه جابها ام سي كوهاي قبل كده. تخيل قال لك مليون عيل استنوا. صحيح يا جماعه صحيح. هو العيال الصغيره دي العيال الصغيره كل المفروض في الدول المحترمه كل الخدمات اللي بتقدم لهم عن طريقها صبح الوحده الصحيه اللي هي البرايمري هيلث كير. فجيبها الاهلاك في الجمله في الاول بيقول لك ان في مليون عيل كل سنه بيموتوا. فطبعا كده في تقصير من لمه الدكاتره او من لمه الوحدات الصحيه. كل الحوار ان الدكاتره اللي قاعدين في الوحدات الصحيه هناخدهم برنامج تدريبي لمده 6 شهور او سنه اسمه اي ام سي اي. يعني اي دكتور عندكم هيتعين في الوحده الصحيه هتلاقيه بيتاخد برنامج تبع وزاره الصحه كده اسمه اي ام سي اي. ارجع للعنوان بقى. يعني ايه اي ام سي اي؟ يعني انا بعمل برنامج مكثف من ان انا اعلم الدكتور دوت يشخص مرض الامراض بتاعت الاطفال ازاي ويعالج ازاي وايه الخدمات بتاعت الطفل. فاكر الاربع خدمات اللي انا سالهم من شويه ازاي اعلمه الخدمات دي كلها يعملها على اكمل وجه. بس كانه برنامج تدريبي مكثف لمين؟ لمين؟ عشان يخدم مين؟ عن طريق الام. الاوبجكتيفز بتخص الثلاثه دول. بس سيبك منها دلوقتي. استهدوا بالله قولوا ايه؟ لا لا الا الله. تاني 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 المرحله اسمها ايه؟ بسرعه. للتشايلد قلنا للتشايلد عملنا له بروجرام اسمه تشايلد كير ايه؟ بروجرام. هدفه بسرعه تاني. لمين؟ للطفل. هرمونات الهيلث بتاعت الطفل. بريفنشن لاشهر امراض الاطفال اللي هي الانفكشن والمال نيوتريشن ومين؟ والادسن. ثم جينا بعد كده سفر واحنا متكلمين عن الكنترول للانفكشن واي مرض واعمل ايرلي تريتمنت واخر حاجه سبيشال كير بروجرام فور هاند ايه؟ كام؟
فهمتوا الحركه اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعه المراحل العمريه؟ بالله عليكم الاي ام سي اي بيستعطفك في الاول، بيقول لك مليون عيل كل سنه بيموتوا من ايه؟ جت ام سي هي اللي جت، تخيل بيموتوا من خمس حاجات وفي حاجه ثابته هي البريدسبوزنج فاكتور. ايه الفرق بين الكوز والبريدسبوزنج فاكتور؟ الكوز هو اللي هي ايه اللي هيموت، لكن البريدسبوزنج فاكتور اللي هيزود الفوز. فاهمين حاجه ولا لا؟ اقول لكم على حاجه، كل الكوزز اللي عندك دي تعتبر انفكشن. تعتبر ايه؟ انفكشن. عايز تحفظهم؟ عايز تبقى راجل عارف جابها ام سي كيو ازاي؟ جابها ازاي يا حسين؟ جاب خمس امراض منهم او اربع امراض، شال مرضين مش موجودين يعني الفضل ايه يبدل فيهم لحد ما تلاقي الامراض اللي انت حافظها. بس هي دي كانت الاختيار الصح. فانت لو عايز تحفظهم صح في 2 ام، بص لي 2 ام و2 دي فاصل بينهم بي، وفي ام ثالثه. ايه ده يا دكتور؟ ده عيال صغيره مليون عيل كل سنه بيموتوا من ميزلز وملاريا. لازم تحفظهم زي اسم. مليون عيل جابها ام، اكتب عليها ام سكوهايا من ميزلز وايه؟ وملاريا. اكتبهم نفس الترتيبه اللي انا قلت لك دي، 2 ام 2 دي فاصل بينهم بي وفي ام ثالثه. ليه حطيت الام الثالثه تحت دي على حوده ده؟ لان دي البريدسبوزنج فاكتور. بسام البي نيمونيا. البي ايه يا بسام؟ نيمونيا اللي هو التهاب الرئوي. انتوا عارفين الميزلز طبعا، الميزلز اللي هي الايه؟ الحصبه. طب والام الثانيه الملاريا صح؟ فاكرين ملاريا؟ كانت بروتوزول خلاها ناموسة. جميل انوفلس صح ولا لا؟ الميزلز والملاريا نيمونيا؟ نيمونيا. في 2 دي دايريا، دايريا 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 انفكشن صح؟ دينجو فيفر، فاكر دينجو فيفر يا ياسين؟ كان اخو مين؟ دايما كان يتذاكر مع ليلو فيفر، حتى نفس الناموسه الايلز جي تي اي دي. فاكر حاجه ولا لا؟ يبقى دينجو فيفر والدايريا. ومين البي؟ نيمونيا. طب مين البريسبوزنج فاكتور؟ عارفين ليه؟ هم دول كلهم انفكشن ولا لا؟ ايه اكتر حاجتين بيلفوا حوالين بعض؟ يعملوا بعض. في امراض كده لها محمود يقول لك ايه؟ فيجوال سايكل بيلف. يعني ايه بيلف؟ دايما المالنيوتريشن تعمل انفكشن، والانفكشن تعمل مالنيوتريشن. لان انا لو عندي مالنيوتريشن عندي نقص اميونتي يجي لي انفكشن، وانا لو جالي انفكشن اخش فومتنج ودايريا اخش منك في مالنيوتريشن. فيبقى مين البريسبوزنج فاكتور؟ الدكتور جابها قبل كده ايه؟ لو حط لك المالنيوتريشن تبع الامراض برضه صح، بس المهم تدور على الايه؟ على السته دول. دور عليهم بقى تاني كده. يبقى العيل الصغير مليون عيل هو بيستعطفك ليه؟ بيقول لك ليه انا عملت اي ام سي اي؟ ليه طلعت برنامج مكثف من اجل ايه؟ تشخيص وعلاج امراض الاطفال على اكمل وجه. بس البرنامج ده لمين؟ للدكاتره، عشان اهتم بمين؟ بالطفل. اقرا كده الاسباب بيموتوا من ايه بسرعه؟ يا رب تنجحوا لو رضيتوا. ها؟ بيموتوا من ايه؟ ودايريا ودينجو فيفر وايه؟ ونيمونيا وكسل وميزلز وملاريا والبريسبوزنج فاكتور ومين؟ مالنيوتريشن. يا سعيد هو السؤال سهل. عارف اللي هيعور الناس كلها في السؤال ده ايه؟ الراشونال، الحته اللي فينا انا صبحي اللي في النص. خلينا الاول في مين؟ في الاوبجكتيفز. بالله عليك هو البرنامج ده سالم؟ اللي بيفهم بيريح والله يا سالم. البرنامج ده ابني معمول لمين؟ للام للتشايلد. اه بجيب العيال هو لسه سنه كده قاعد قدامي واقول له بص دي برنامج مكثف عشان اخد بالي منه. بص لي كده معايا ده مين؟ الدكتور. عشان اهتم بمين؟ بالعيل عن طريق الام او الطفل. يا عم اللي بيتكسف يكتب ورايا، كسف اكتب وما توريش مذاكرتك لحد. ولا حسين ايت مع الدكتور حسين، وايت مع الام حسين، وثلاثه ايت مع العيل حسين، عدد خمسه اوبشن. لو انت راجل برنس محدش يتكلم، حسين فين الايت بتاع الدكتور؟ ايه؟ اوعى الدكتور. اه الدكتور يوعى الام. طب ما ده ايت من الام، ايت من الدكتور ان انا ازود السكيلز بتاعت الدكاتره. الدكاتره تكون بتفهم. اقرا كده يبقى امبروفنج اخر ايتم يكتب عليه الدكتور. حد فاهم انا بعمل ايه؟ امبروفنج السكيلز اوف هيلث كير وركر. بالله عليك عايزك تبقى راجل برنس عشان ما تهوش. انتوا دخلتوا سيبكم بقى من الحته اللي احنا قلناها الاول، دخلتوا معايا في مود الحصه كده. يعني ايه اي ام سي اي؟ ده برنامج مكثف من اجل مين؟ تشخيص وعلاج امراض الاطفال. البرنامج ده بيتعمل لمين؟ للدكاتره. السنه الجايه في الاطفال هتلاقوا في حاجه عندكم اسمها اي ام سي اي، بيعلمك كل حاجه عن الطفل. هتيجي لما تتعين في واحده صحيه يقول لك تعالى نعمل برنامج تدريبي تبع وزاره الصحه لمده ست شهور اسمه اي ام سي اي، بيعلم الدكتور ايه الخدمات بتاعت العيل، ايه التطعيمات، متابعه النمو عامله ازاي، العيل ده المفروض يتشخص المرض ازاي، تعالج المرض عنده ازاي، تعمل هيلث اديوكيشن للام ازاي، تقول لها امتى يبقى في بريست فيدنج، امتى يبقى في ويننج، امتى تزودي له حاجه مع الاكل، كل حاجه. هدف البرنامج ايه؟ بالنسبه للدكتور ان انا ازود له غير البرنامج ازود له الايه؟ السكيلز. اقرا إيه كده اول حاجه قال لك يا عم احمد امبروفنج مين؟ السكيلز بتاعت اشمعنى يا احمد قال لك هيلث كير وركر؟ لان معظم القصص الصحيه اصلا بتعتمد على الممرضه، يعني التطعيم هتلاقي ممرضه، مش عارف ايه هتلاقي ممرضه، فالوركرز كلهم نزود السكيلز بتاعتهم. اكيد بسم الله الرحمن الرحيم اذا ذكر الام ذكر كلمه هيلث اديوكيشن. اقرا إيه كده اعمل اديوكيشن للام، اكتب عليها الام. ده الايتم اللي يخص الام. اديوكيشن الام اباوت ايه؟ اعرف الام لسه قايل من شويه اهميه الاميونايزيشن. يعني ايه اميونايزيشن؟ تطعيم. اكتب لي على الكلمتين اللي جنب بعض التغذيه، سواء النيوتريشن سواء البريست فيدنج.
تيجي الام تقول لك ايه؟ تقول لها بصي اول 6 شهور بص بص صلي بصلي، انت اصلا اول ما بتولد الست اول نصيحه تنصحها لها ابري بريست فيدي. تيجي تشتكي لك بعد يومين ثلاثه تقول لك يا دكتور كميه اللبن اللي بتنزل قليله، هل دي كافيه للولد؟ كافيه. في قاعده بتقول لك كده حتى الكولوستروم اول 5 6 ايام ده بيبقى 150 ملي، يعني كلام فاضي، بس هو سفشنت للعيل في المرحله دي. بيقول لك ما تدخلش حاجه مع اللبن اول 6 شهور الا لو في الاماكن الحاره ممكن تزود ميه بس، تشرب العيال ميه كده بالقطره ولا باي حاجه بس، غير كده ما تدخلش اكل خالص مع اللبن عند 6 شهور لان الستورز قلت، تبدا تدخل اكل مع اللبن. ده الويني لازم الدكتور يبقى فاهم الكلام ده. يبقى بعمل اديوكيشن للام اباوت ايه؟ اقرا كده اباوت الاميونايزيشن اباوت الايه؟ ليه؟ النيوتريشن وباوت الاميونايزيشن مين؟ الاميونايزيشن والنيوتريشن والبريست فيدنج والاو ار تي. مين البرنس يقول لي عليه كلمه او ار تي يا ندى؟ توش مني او ار تي اورال ريهايدريشن سيرابي اللي هو محلول ايه؟ اورال ريهايدريشن سيرابي. يا ماما ابنك لو جاله دايريا خفي من الدايهيدريشن وبس ومحلول الجفاف اديله جاله جفاف اديله محلول جدع فاهم ازاي؟ اي حاجه بس المهم نفتكر. يبقى اول حاجه بالنسبه للدكتور زودنا ليه؟ بالنسبه للام ولا سعيد كل ده معمول عشان مين يا سعيد؟ تعرف ترتب للطفل واحد اتنين ثلاثة اقرب اقرب فابعد فابعد؟ قول صح ولا غلط. كل الحاجات دي انا بعلم الدكتور انه يبقى عارف ايه الاسينشال سيرفيس بتاعت العيل. اقرا كده يبقى ان انا اقدم له واحد بروفايد حد فاهم حاجه انا بعمل ايه ولا لا؟ بروفايد الاسينشال ايه؟ يبقى دي الكلمه اللي عليها درجه هنا اللي هي الاسينشال سيرفيس. رقم اثنين هيلب ان بريفنشن ومانجمنت للهيلث بروبلمز. محمود بيه بص هنا هو عايز يقول لك ايه؟ هدف البروجرام ايه؟ اكيد هدف البروجرام ان انا اهتم مين؟ بالدكتور. عشان يهتم مين؟ بالعيل. عن طريق مين؟ الام. بالنسبه للدكتور ان انا ازود له السكيلز، بالنسبه للام ان انا اقدم لها هيلث اديوكيشن اباوت كل حاجه، اباوت اهميه التطعيم اميونايزيشن، اهميه حاجتين لهم علاقه بالاكل سواء النيوتريشن او البريست ايه؟ فيدنج، سواء اهميه الاو ار اي تي. بقول لك ايه بالنسبه للعيل واحد اثنين ثلاثه، اول حاجه ان اعلم الدكتور يقدم الخدمات الاساسيه، يعني ايه اللي هو لسه قايلها في الصفحه اللي قبل كده، اللي هو يعلم الدكتور يعمل جروس وديفلوبمنت مونيتورنج ازاي، ويعمل هيلث اديوكيشن للام ازاي، وتطعيمات العيل عامله ازاي، يبقى الاسينشال ايه؟ سيرفيس. طب بالله عليك هو انا لو قدمت الخدمات الاساسيه مش بساعد في البريفنشن والمانجمنت؟ مش انا لما بدي له تطعيم يعتبر بريفنشن، ولما بدي له علاج يعتبر مانجمنت؟ ده كله على المدى البعيد عشان اقلل الموربيديتي والمورتاليتي. وكانها بص بص وكانها بدا اوبجكتيف وقلبت جولز. ان انا اقدم له الخدمات الاساسيه دي حاجه اوبجكتيف حاجه سهله شويه عشان اقدر اعمل بريفنشن ومانج. عرفتوا ليه بقول لكم رتبها واحد اثنين ثلاثه؟ اللي هي كانها اوبجكتيف وقلبت جول، كانها اقرب فابعد. ان انا اعلم الدكتور انه يقدم فاهمين حاجه؟ قول لي الاوبجكتيفز ثاني. يبقى الاوبجكتيفز كام؟ خمسه. واحد على مين؟ امبروف مين؟ يلا عشان حاجه سهله امبروف مين؟ السكيلز بتاعت الهيلث لا الجمله كامله هيلث كير ايه؟ بروفايدر. رقم اثنين ان انا ايه؟ ان انا اعمل اديوكيشن اوف ماذر اباوت الامبورتنس اوف اميونايزيشن والنيوتريشن والبريست فيدنج والاو ار تي. رقم ثلاثه ان انا بروفايد الاسينشال سيرفيس بتاعت التشايلد. رقم اثنين هيلب ان بريفنشن او مانجمنت اوف بروبلمز. رقم ثلاثه سيك سيك يعني بيرجو او بيامل ان هو ريديوز الموربيدتي ولا ايه؟ والمورتاليتي. في اي مشكله يا جماعه بالله عليكم رد عليها الدكتور بعد كده الحته اللي هتعور الناس كلها راشونال. بص بقى الدكتور قال لك فينكوزين كده قال لك كلمه راشونال تساوي استراتيجي بتوه اول محمود عشان كده الدكتور كمان شويه راح عامل لك سكيما محترمه في ظهر الورقه. راشونال يعني ايه؟ عارف راشونال يعني ايه؟ هو العنوان التالت اللي تحت اسمه ايه؟ وربنا الراشونال هو الستبس. عارف بدليل ايه؟ بدليل اقرا الستبس كده بعد اول اربعه بعد اول اربعه هتلاقيني بقول لك ايه؟ ان انا بحدد الساينز اللي هتتقال فوق، بحدد السيمتومز اللي هتتقال فوق، بعد كده از بيفور، يعني كاني الستبس بكل الحوار انه زود اول اربع كلمات، واحد يقول لي مش فاهم حاجه ولا انا، بص لي هنا، سيب المذكره خالص، يعني ايه اي ام سي اي؟ يعني انا علمت الدكتور يتعامل ازاي مع الطفل، عارف يعني ايه راشونال؟ اقرا كده العنوان راشونال وحط دايره على كلمه راشونال فور انتجريتد ابروتش. يا راشونال يا ابروتش يا في الفقره الثانيه هتجي لك كلمه استراتيجي. كانه بيقول لك يا لطفي انت يا دكتور قاعد في الوحده الصحيه يجي لك عيل بس المره دي العيل عيان. المره دي العيل ايه؟ عيان، ايه السيرس اللي انت بتمشي عليه؟ هكشف عليه ولا لا؟ تمام هيحصل كشف والكشف بعده علاج والعلاج بعده نصيحه للام. الفقرات كلها عباره عن كشف وعلاج ونصيحه، بس هو قاسم الراشونال ركز بس معايا وانت هتلاقي نفسك برنس باذن الله. قاسم الراشونال حاجتين، اول حاجه A و B. قال لك هو ار كفرد هو ار ذا تشيلدرن كفرد باي اي ام سي اي. اكتب عليها كده العمر المرضي. ايه؟ اكتب بس مالكش دعوه الاوبجيكتيف سهله صح؟ واحد على مين؟ الدكتور. رد عليا واحد على مين؟ على الدكتور. واحد على مين يا فاطمه؟ وثلاثه على مين؟ على التشايلد صح ولا لا؟ عارفين يعني ايه كلمه استراتيجي او راشونال او الكلام ده؟ خليك الاول في راشونال. اول حاجه العمر، واحد يقول لي يعني ايه العمر المرضي؟ عارف العمر العادي يا صبحي؟ لسه قايلين العيال الصغيره اول كام؟
اول سنه اسمه ايه؟ انفانت. انفانت. الانفانت ده مقسوم كام حاجه؟ اثنين. اول شهر وال11 شهر. بص لمين؟ اقول لك على حاجه صبحي، هو لقى حاجه غريبه، لان اول شهرين انسى بقى التقسيمه العاديه، التقسيمه العاديه هي الاهم طبعا، اما التقسيمه اللي انا عايزها دي انا كتبت بالعربي كلمه العمر الايه؟ يعني ايه العمر المرضي؟ يعني انا دلوقتي عارف يعني ايه اصلا راشونال؟ يعني لو انت قاعد دلوقتي في الوقت الصحيح، جات لك ام معاها ابن، الابن ده عيان، صنفوا من لمه العمر المرضي، واحد يقول لك يعني ايه العمر المرضي؟ اصل لقى ان اول شهرين لهم امراضهم، ومن شهرين لخمس سنين لهم امراضهم، شفتوا التقسيمه العاديه؟ التقسيمه الثانيه بقى تقسيمه العمر الايه؟ المرضي، بس مين الاهم طبعا؟ تقسيمه العمر العادي. لان دي ثوابت. فقال ايه؟ قال لك بصوا بقى الكلمه دي، لو يعني مثلا اول شهرين في العمر دايما تلاقي العيل يا اما نازل بجوندس من الولاده، كلها حاجات لها علاقه بالولاده، يا اما نازل بايه؟ بجوندس، يا اما يجي له لوكال باكتيريال انفكشن. مين البرنس اللي يقول لي؟ طبعا كلنا عارفين في حاجه اسمها فيسيولوجيكال جوندس، يعني العيال الصغير ينزل بجوندس كده كده، عارفين لوكال باكتيريال انفكشن يعني ايه؟ اشهر انفكشن تيجي للعيال الصغير وانت بتطلع الامبلايك القرد اللي هو التيتانس. طب في الرمض قالوا لكم العيال وهو معدي في البرس كانال ممكن يجي له انفكشن هنا تعمل له روسالميا ايه؟ جيناتورم اللي هو البريولنت جنسيتايتس. فبص ليدنج كوز اوف انفكشن بلايندنس. اه ولا لا؟ في مصر تراكوما في العالم بيريولنت. وصل لكم المعلومه دي؟ اكتر سبب يؤدي للانفكشوس بلايندنس عموما هو البيريولنت كونجكتيفايتس اللي هي الاوكسالميا نوتورا. لو جه قال لك ايه الموست ليدنج كوز اوف انفكشوس بلايندنس في مصر؟ تبقى تراكوما. فاهمين حاجه ولا؟ المهم يبقى جوندس واللوكال بكتيريال ايه؟ انفكشن. لاحظوا حاجه، الجوندس اللي هي الصفراء، لوكال بكتيريال انفكشن اللي هي مين ومين؟ عشان بتتوه الحته دي يا سعيد، اللي هي التيتانوس او مين يا دكتور؟ ها؟ او اللهم صل على سيدنا محمد الاوكسالميا. فاهمين حاجه ولا لا؟ دي كده بص دي مشهوره اكتر في اكتر في ايه؟ في شهرين، عشان كده عمل عمر جديد اسمه العمر الايه؟ المرضي. اقول لكم على حاجه، اقرا كده العمر المرضي كده، انت كتبت عليها العمر المرضي فروم بيرث، فروم مين؟ اب تو كام؟ 2 مانس. سموهم ايه بقى؟ ستاتس ولا مانس؟ هو انا في اول شهرين كده انفانت ولا مش انفانت؟ بس قال لي انفانت، يانج انفانت، فسماه سيك يانج انفانت. حد فاهم حاجه ولا لا؟ فهمنا بشوي ليه؟ لانك انت ابدر حاجه في الانفانت، فسماك سيك يانج ايه؟ هو ليه قسمها مرضيه انا محمود؟ لان كده كده دول لهم امراضهم ودول لهم ايه؟ امراضهم. اما صبحي من 2 مانس لحد نهايه بقى 5 سنين اسمه سيك تشايلد. لاحظ حاجه ان ده العمر الايه؟ بس واحد يقول لك هو شهرين يا دكتور ليه سميته تشايلد؟ اولا هم كلهم تشايلد، هو ما قالش حاجه غلط، بس كل الحوار مصنفهم ايه؟ مرضيه. هسالك سؤال بحق ربنا، هو الوقت الاستراتيجي ديت، الاستراتيجي بقى اللي هتكلم عنها، كانه كانك قاعد في واحده صحيه، وجات لك ام عندها عيل عيان، اول حاجه صنفته ايه؟ بترد عليا صنفته ايه؟ مرضيه. قلنا يعني ايه صنفته مرضيا؟ لو فروم بيرس اب تو 2 مانس يبقى اسمه سيك يانج ايه؟ انفانت. لو من 2 مانس لخمس سنين يبقى اسمه سيك ايه؟ على فكره دول لهم السيمتومز بتاعتهم ولهم الساينز بتاعتهم ودول لهم السيمتومز ولهم الساينز، عشان كده بقول لك ايه؟ واحد واثنين وثلاثه واربعه اكتب عليهم كشف. واحد واثنين وثلاثة واربعة اكتب عليهم كشف، رقم خمسة اكتب عليها علاج، رقم ستة اكتب عليها نصيحة. انا لو خلصت نص الورقة دي اعرفوا ان الموضوع كله خلص والصعب في الحصة خلص. وبعدين قلت على حاجة صعبة يبقى ركز بالله عليه. اول حاجة الكشف كام ايتم عندي؟ اربعة. الخامس كتبنا عليه ايه؟ علاج. والسادس كتبنا عليه ايه؟ نصيحة. اول حاجة الاربعة الاولانيين مكتوب لك examination of a child، اكتب عليها بين قوسين identify signs، جنبها كده identify signs. سارة مذكرة في ايه؟ ها؟ طب يلا نستهدف بالله بس كده ونقول لا اله الا الله عشان الدنيا تبقى مظبوطه. بصوا احنا ماشيين ازاي؟ احنا قلنا عنوان غابي اسمه يا عم صاد اي ام سي اي، بدانا بمين؟ بالاوبجكتيفز. الاوبجكتيفز قد ايه؟ خمسه، واحد على الدكتور، واحد على الام، وثلاثه على مين؟ على الطفل او العيل. بصوا الحركه اللي جايه دي، انت قاعد في عيادتك او في الوحده الصحيه، اول حاجه العمر الايه؟ يا ربي، اول حاجه العمر الايه؟ يا من الولاده لشهرين يا من شهرين لنهايه الخمس. حلو، بص الكشف لا عبد الله في اي حاجه، ان انا اعرف الساينز بسم الله ثم اعرف السيمتومز، دي الحته اللي بتتوه. صح ايه الفرق بين الساينز والسيمتومز؟ الساينز انت اللي بتكتشفها كدكتور، السيمتومز اللي الام اللي بتشتكي، العيل اللي بيشتكي، يعني حد بيشتكي يعني، ده السيمتومز. وفي حاجات روتين ليه، عارف يعني روتين ليه يا كريم؟ يعني بغض النظر عن ان هي ساينز او سيمتومز، في حاجات لازم تشيك عليها. لو انت بتكشف على اي طفل لازم تسال الام على التطعيمات بتاعته، وريني يا ماما كراسه التطعيمات بتاعته مطعم ولا لا، بياكل ايه؟ ما بياكلش ايه؟ يبقى لازم اشيك عليها روتيني بغض النظر عن السيمتومز والايه؟ والساينز، وبعد كده اعمل له كلاسيفيكيشن. سيب المذكره ثانيه، سيب المذكره، للاسف دول اللي بيتوهوا. دي ودي تافهين جدا، دول الاربعه بتوع الكشف. استهدى بس بالله وقول لا اله الا الله. بصي هنا كده معايا ساينز وايه؟ كل واحده منهم اقسمهم الاثنين. يعني ايه اقسمهم الاثنين؟ السيك يانج
انفانت الحمد لله وسيكت شايلد. امال هو قسمهم لك مراحل عمريه ليه؟ لان كل واحده من دول لها امراضها. يبقى اذا كل واحده من دول لها ساينز ولها سيمتومز. راح جاي عامل ايه؟ فاهمين انا بشو انا بعمل ايه؟ سيك يونج انفانت سيكت شايلد. دي يا كريم اللي هتدور. اقول لك الحاجه يا كريم، اجمل حاجه ان اليونج انفانت في الساينز والسيمتومز واحد. انا بدور على حاجتين في اليونج انفانت ده لسه مولود، يا اما ادور على الجوندس ولا انا غلطان؟ ما لسه قايلها. يا اما ادور على حاجه اسمها لوكال بكتيريال انفكشن اللي هي التيتانوس والاوكسالمي. يبقى اللقطه الصعبه فين؟ ارمي بس المذكره سلش، انا هقولها لك على السبوره مره، تيجي تبص عبد الرحمن تزود حته معايا كده، بعد كده نكتبها على ظهر المذكره، تيجي تسمعها الورقه خلصت. باذن ربنا، بس اتمنى من الله ان مليون عيل بيموتوا من كام سبب؟ خمسة. منهم مال نيوتريشن از بريدسبوزنج اي فاكتور النيمونيا فاصل بين 2 دي و2 ام ميزز وملاريا وداريا ودنجوفي. الاوبجكتيفز قد ايه؟ خمسة. اركن على جنب. يعني ايه راشونال؟ يعني العمر المرضي ولا استراتيجي؟ يعني العمر المرضي ولا استراتيجي؟ ده هبل. تعالى على الاستراتيجي. أربعة كشف وعلاج ونصيحة. أربعة كشف أنا دخت ساينز وإيه؟ وسيمتومز وقول لي يا أحمد وروتينلي وبعد كده كلاسيفيكيشن. تعالى أول على مين؟ على ساينز. يانج انفانت أهو الساينز والسيمتومز بتاعته واحدة، بلاش تلعب المذكرة دلوقتي اللي هي جوندس ولوكال بكتيريا ليه؟ انفكشن. فاضل الساينز والسيمتومز بتاعت مين؟ بتاعت التشايلد. بص بص اللي هو سيكت شايلد اللي هو من 2 مانس لنهاية 5 سنين، دي اسمها إيه؟ بيقول لك دايماً إن السيكت شايلد تخاف منه من حاجة اسمها دينجرس ساين. بيجي لك بحاجه اسمها دينجرس ساين. يعني العيل الصغير بص بص جالك بكونفالجن دينجرس ولا لا؟ بص بص كاني بتسلى معاك على السبوره. لو جالك بانكونشوسنس مغمى عليه الاثنين دول بعتبرهم سي انس كونفالجن. العيل الصغير سيك تشايلد انا ماسك يونج انفنت انا خلصت منه ولا لا يا صبحي؟ خلصت منه في الساينز وليه؟ والسيمتوم بكام كلمه؟ بالدين. يا جوندس يا لوكال بكتيريال انفكشن. حلو سواء ساينز او ايه؟ سيمتوم. هم دول اشهر حاجتين بيجوا للعيل في اول شهرين. اما اللقطه كلها في السيك ايه؟ تشايل. فاضل ساينز وفاضل ايه؟ سيم. يوم ما تسمع كلمه ساينز يبقى انك بتدور على الدينجرس ساينز اللي هي سي ان اس كونفالجن وايه؟ وان كونشوسنس بوزوس واثنين جي اي تي ان العيل يجي لك بسيفير فومتنج صح؟ او تيجي الام تشتكي ان العيل دوت مش عارف يرضع او مش عارف يشرب الابيلتي فور فيدنج او درينك. هم الاربعه دول اسمهم دينجرس ايه؟ ساينز تبع سيك ايه؟ تشايلد. على السبوره اهو يا عم. عارف يعني ايه سيمبتومز؟ في التشايلد ما انت خلصت بتاعت اليانج انفانت. في التشايلد بدور على الانفكشن. يعني العيال ده لو جالك بكف وديفيكالتي بريزنج كانها ريسبيراتوري انفكشن، جالك بدايريه كانها جي اي تي انفكشن، جالك بايد انفكشن، يبقى السيمبتومز كلها بتلف حوالين الانفكشن. الحاجات دي هبل، الحاجات دي هبل، هي التوهان كله في الحته دي. استهدى بالله بس قول لا اله الا الله. الاوبجكتيف سهله، اقرا كده بقى معايا. بعد الاوبجكتيف راح داخل على مين؟ على الاستراتيجي. لا انا داخل على الراشونال اصلا، وقلنا الراشونال ده هو كلمتين العمر الماضي ثم الحصه رهيب حاجه تاني يوم ولكن في اي حاجه. بص لي كده معايا ايه بقى اللي تشيل اللي طبعا قلنا يا عم احمد خلاص ده العمر ايه المرض. اول حاجه اكزامينشن ده انا هكتب لك اكزامينشن ايدنتيفاي يا عبد الله ساينز بقى بقى الاولين كاش اول واحده ايدنتيفاي ساينز هسيبها لك كام حاجه عبد الله اثنين حد يقرا معايا بعد الظهر سك الاول ايه الثانيه ثانيه انفو اشطب على كلمه سيفير ديزيز خليها جوندس عدل كام تعديل انا سنه مش هيفرق معايا بس هيفرق معايا في المذاكره اكتب على ان شاء الله جوندس ثم لوكال بكتيريا انفكشن. لو عايز تطلع من كلمه لوكال بكتيريا انفكشن سهمين طلع ايه وايه؟ تيتانوس وايه؟ هتقول له جاز جنجري تيتانوس واوفسالميا. تيتانوس وايه؟ واوفسالميا اللي هي البيرولنت. فاهمين حاجه ولا لا؟ يبقى ده السيك يونج ايه؟ انفانت. السيك تشايلد دينجرس ايه؟ ساينس. طلع لي اربع اسهم منها. حد فاهم انا عملت ايه؟ دكتوره تهدي؟ بالله؟ معاك المذكره؟ طب يلا ها؟ هظبط لك بص هروق عليك دلوقتي الشيء. دينجرال ساين اربع كلمات اكتب كده 2 سي ان اس و2 جي اي تي. مين 2 سي ان اس؟ كونفالجن وان كونشوسنس و2 جي اي تي فوميتنج وان ابيلتي فور فيدنج اور درينك. اكتبها كده. واحد يقول لي احنا جايبين دي منين؟ ولا جالي ممكن تقلب الورق؟ اقلب الورق هتلاقي في دايجرام. عارف الدايجرام ده ولا جالي عامل ايه؟ عامل نفس الشغل اللي احنا عملناه. فانا هكتبه في مكان واحد وقال لي على الدايجرام ده ولا قرايه. حد فاهم حاجه ولا لا؟ يعني الدايجرام كاتب ايه؟ كاتب اول حاجه بعد العمر المرضي راح جاي لك تشيك فور ايه؟ دينجرال ساين اللي هم ايه دينجرال ساين؟ اللي هم الكونفالجن معايا فاطمه ولا لا؟ والامر ايه؟ كونشوسنس وان ابيلتي والفومتنج. فاهم قصدي ولا لا؟ كاني هشتغل عليه وبعد كده اقول لكم على الدايجرام دوت ان هو ايه؟ مش عارف اشيك في ايه؟ ها؟ ماشي يا جماعه؟ هنا ابيلتي فور مين؟ فور فيدنج او ايه؟ رد كده على داني رد كده مره يلا
بص امين يبقى دوت ايه يا جماعه ده استنى استنى ده سيك ايه تشايلد امال سيك انفانت قلنا ايه سيك انفانت قلنا ما قلناش غير كلمتين اللي هما ايه سيك انفانت سيك يانج انفانت قلنا ايه اللي هما جونز وليه اللوكال باكتيريا ايه هي اللوكال باكتيريا انفكشن يا جماعه بسرعه تمام ايه ده بقى لما تخش بقى على الديزاين ده ده سيمبتوم بتاع سيك يانج انفانت بص عليها كده قال لك ايه لوكال باكتيريا انفكشن قشطه حضاريه يبقى لوكال باكتيريال انفكشن وجونجس يبقى ساينز وسيمتومز في اليانج انفانت يا عم محمد واحده يبقى فاضل الساين السيمتومز بتاعت التشايلد حد فاهم حاجه ولا لا عشان اجي على الدياجرام كمان شويه اقول لك عليه قرايه واحد يقول يا دكتور الصفحه دي مهمه للاسف جبت سؤال قبل كده فسؤال زي قبل كده يبقى لازم تسمع والناس اللي بتذاكر من الكتاب الصفحه دي مكتوبه سيء جدا في الكتاب بالله عليك المذكره تبقى في ايديك ماشي رجع الدكتور بعد كده قال لك ايه يبقى اول حاجه ايدنتيفاي مين الساينز بعد كده ايدنتيفاي مين سيمتومز الف ايدنتيفاي ساينز بسرعه قلنا ساينز بالنسبه للانفانت قلنا ايه لوكال بكتيريا انفكشن ومين وجونز الف في السك تشايلد دينجرس ساين قلنا هنكتب الدينجرس ساين بسرعه يا جماعه يعني يعني بومبنج وان ابيتي فور فيدنج اور ايه درينك بتاع عبد الرحمن امال السك تشايلد بالنسبه للسيمتومز هتبقى سيمتومز اوف انفكشن بص تحت كده اكتب على القفوه ديفيكالت بريسنج ها ريسبيراتوري حد فاهمني ولا لا طب الدايريه اكتب عليها ايه جي اي تي ودي اير انفكشن كان ثلاثه سيستم انفكشن اهم اير انفكشن ابر ريسبيراتوري اهي والقف والديفيكالت والفيفر اصلا كده كده كنايه عن الانفكشن عايز تشرب عليها اشرب عليها يا عم مش مشكله كاني خليتها لك انفكشن فهمت انا عملت ايه ولا لا امال ايه يا دكتور يعني ايه اول خلاص بقى خلصت والله يعني ايه اول تشيلدرن بالله عليك تركزوا معايا المليون واحد خلاص ايه المليون واحد ده اللي هو المليون عيل بيموتوا من ايه صعبه دي طيب بقول لك ايه رقم 2 فهمتوا حركه الاوبجكتيفز كام اوبجكت 5 يعني ايه راشونال يعني العمر المرضي والاستراتيجي العمر المرضي هبل فروم بيرس اب تو 2 مانس اسمه سيك يانج انفانت طبعا لانه انفانت وافضل حاجه في الانفانت من 2 مانس ل 5 سنين سيك تشايلد عرف لي ساينز عرف لي سيمبتومز الدكتور لعب معانا لعبه هيكتبها في ظهر الورقه تبقى انت راجل برنس امال روتينلي سهله قوي يعني ايه روتينلي يعني كده كده بشيك على حاجات ملهاش دعوه بالساينز والسيمبتومز فالدكتور تبع الكشف اقرا كده قول تشيلدرن حط دايره على كلمه روتينلي يعني ايه روتينلي يعني انا لو دكتور اطفال مفيش ام هتجيلك بعيل صغير لما تسالها عن التطعيمات بتاعها اخبار التطعيمات ايه اقرا كده روتينلي اسيسد فور اميونايزيشن بيطعم ولا ما بيطعمش نيوتريشن دي وورمنج ساين اللي هو بقى الفيفر والكلام ده فاهم مش عايز احفظها مش مهم اهم حاجه كلمه اميونايزيشن وايه ونيوتريشن ستيت يبقى ده ايه روتيني عارف بعد ما تكشف على الدكتور على العيل بتعمل ايه بتعمل علاج ونصيحه بس قبل العلاج والنصيحه بيقول لك بتعمل كلاسيفيكيشن للعيل بتديله لون لون بص 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 عارف اشارات المرور مين الارخم مش الاحمر تمام مين بين البنين الاصفر مين البرنس وعدي الاخضر يا عيني يقول لك العيل بعد ما انت كشفت عليه بناء على الحاله الصحيه بتاعته العيل دوت لو هوم كير يعني الام تديله علاج في البيت يبقى بيديله لون جرين لو بص هياخد اوت بيشنت تريتمنت يعني علاج في العياده الخارجيه ده بنديله لون يلو لو لازم مستشفى بنديله لون بينك هو كاتبها لك الاول في الايتم الرابع اقرا كده كلاسيفيكيشن للعيل الصغير على حسب حاجه اسمها كلر كود الترايج سيستم الكلمه المكتوبه في الان بي في الان بي سال فيها ام سي كيوهات 50 ام سي كيو قبل كده حاجه اسمها كلر كود الترايج سيستم ده هزار ده مش عارف يملى المعلومه ازاي فقال لك بندي لون من كام مفيش حاجه زي دي بتحصل اصلا في الاطفال بندي لون من كام من 3 يا بينك يا يلو يا جرين لو بينك يبقى ايه هوسبيتال ريفيرا يعني تحوله على المستشفى لو يلو يبقى اوت بيشنت تريتمنت يعني ايه اوت بيشنت تريتمنت اللي هو ياخد علاج في العياده الخارجيه لو هوم كير ياخد لون ايه بس يا عم يبقى كان الاربعه الاولين تبع الكشف ولا لا قلت لكم وعدتكم من شويه حاجه اللي بوعدك بيها يا سعيد ان هي سهله اعرف والله صبح ان هي سهله قلت لك دلوقتي سيبك من الاوبجكت تخش على الراشونال قلنا الراشونال العمر المرضي والايه والاستراتيجي الاستراتيجي عباره عن كام كلمه اربعه تبع كلمه كشف ساينس سيمتومز روتينلي كلاسيفيكيشن دول سهلين لان الروتينلي للحاله التطعيميه اللي هي الاميونايزيشن والحاله الغذائيه اللي هي ايه نيوتريشن كلاسيفيكيشن يبقى على حسب اللون بدي علاج ولا لا اكتب على الجمله الخامسه علاج قلنا ايه في العلاج جيف اسينشال دراجز يا عيني يعني ايه اكتف بارتيسيبيشن اوف كير تيكر كير تيكر ده اللي بياخد باله من العيل ما ممكن تكون امه متوفيه مثلا ولا حاجه فدايما يسموا اللي هي لا فاهمني ازاي كير تيكر يقول لك يعني ايه اكتف بارتيسيبيشن مشاركه يعني مشاركه تعرف العلاج بيتاخد ازاي والتطعيمات والاكل اي هبل اكتف بارتيسيبيشن يعني خلي الام لها دور يعني اقول لها انا قلت لك انا تاخد العلاج كم مره تقول لك كذا وكذا وكذا كان في بارتيسيبيشن بينك وبينها وبعد كده هيلث ايه هيلث ادوكيشن للام او للكير تيكر اباوت ايه هوم كير تاخد بالك من العيل ازاي تريتمنت والفلويدز وريتيرن تو كلينيك وامتى ترجع العاده تاني او الزياره تاني في اي مشاكل بالله عليكم
تاني كده استهدف. لا انا خلصت على فكره الورقه الغبيه. ايه الورقه الغبيه قالت ايه؟ الورقه الغبيه قالت ايه؟ اي ام ايه؟ سي اي. يعني ايه اي ام سي اي؟ يعني مليون ايه؟ عيل من غير ما ابص في المذكره بيموتوا من ايه؟ دايريا ودينجو فيفر وميزلز وملاريا ونيمونيا والمال نيوتريشن از بريسبوزنج فاكتور. اي ام سي اي له اوبجكتيفز ان انا ازود السكيلز بتاعت الهيلث كير ورك. يلا بس عشان الكلام الصعب كده خلص والله. رقم اثنين اللي هي الام عاملاها هيلث اديوكيشن اباوت ايه؟ نسيت يا دكتور التطعيمات لازم لها بحاله والاكل كلمتين نيوتريشن وبريست فيدنج ومحلول الجفافي. تجاني بص كان واحده وقايه واحده علاج واثنين تغذيه. الاميونيزيشن وقايه والمحلول الجفاف دايما بيبقى علاج لان يعني الجفاف بيبقى حصل او الدايريا بتبقى موجوده. وبعد كده الاثنين في النص اللي هم نيوتريشن وبريست فيدنج. ثم ان انا ازود الاسينشال سيرفيس ولازم عينك تقع على المعلومه ثانيتين ثلاثه في البيت مش تاخد المعلومه اللي الدكتور بيقولها تسمعها وخلاص. فاهم يا سالم؟ استوعب الناس دي عايزه تقول الكلام ده ليه؟ ان انا اقدم له الخدمات الاساسيه فبساعد في البريفنشن والمانجمنت فبقلل المورفيتي والايه؟ والمورتاليتي. العمر المرضي سهل وبعد كده تبقى على ظهر الورقه وتبقى انت راجل برنس على ظهر الورقه. يعني ايه الرشوال؟ انا هعمل سكيما بس للرشونال. يعني ايه الرشونال عشان تبقى انت راجل برنس؟ اول حاجه اكتب كده الرشونال. اكتب عنوان الرشونال. الرشونال عباره عن ايه؟ عباره عن العمر المرضي والاستراتيجي بسرعه. الرشونال عباره عن ايه؟ العمر المرضي ومين؟ والاستراتيجي. اهو الراشونال اهو يا عم عباره عن حاجتين عباره عن العمر المرضي والاستراتيجي. اخلص من مين؟ من العمر المرضي وادي الاستراتيجي. بص لي العمر المرضي احنا قلنا من البيرث لحد شهرين اسمه ايه؟ سيك يانج انفانت. كانك بتسمع السؤال على فكره الحته اللي بتتوه. طب من 2 مانس الى 5 سنين اسمه سيك ايه؟ بقول لك ايه؟ بص الحركه دي كشف علاج نصيحة. دايما لما يكون في سؤال صعب على صبحي اخلص من مين؟ من السهل. يعني ايه نصيحة؟ هيلث ايه؟ والله سعيد لو كتبتها كده بس هيلث اديوكيشن. كان بيكتبها لك هو بقى كان كاتب لك ايه؟ هيلث اديوكيشن اوف كير تيكر اباوت كذا كذا كذا. صح ولا لا؟ اللي هي الهوم كير والتريتمنت والفلويدز والكلام ده. رقم اثنين. بص علاج يعني اسينشال ايه؟ اسينشال ايه؟ العيال جالها باراليزس مؤقت اسينشال دراجز. اسينشال ايه؟ دراجز. مش قلنا جيف اسينشال دراجز عند اكتف بارتيسيبيشن اوف كير تيكر. مش هرحمكم برضه لما تسمعوا الورقه دي. يبقى فاضل مين؟ كشف واحد اثنين ثلاثه اربعه سيلي ساينس ثم سيمتومز ثم روتينلي ثم كلاسيفيكيشن. حصل ولا لا؟ لما اقول لك في حاجه صعبه وحاجه سهله اخلص من مين؟ اهو الكلاسيفيكيشن اكتب جنبها اللون بس. فهمت انا عملت ايه؟ كلاسيفيكيشن معايا يا دكتوره؟ اكتب جنبها الايه؟ توتال ايه؟ كلاسيفيكيشن يبقى ايه؟ اللون. طب بصوا روتين يعني ايه؟ يعني اميونايزيشن وترد عليا ونيوتريشن. يعني ايه سيمتومز؟ يعني ايه ساينس؟ بصوا بقى راح اقسمها لكل واحده كام حاجه؟ اثنين infant يا child يا sick young infant يا sick ايه؟ child يا infant يا child. الاثنين اولانيين بصوا لي بصوا لي الانفانت والانفانت واحد اللي هي مين؟ جوندس انت ولا ايه؟ واللوكال ايه؟ bacterial infection. عارف التشايلد ساينز بتاعته اسمها dangerous sign. خلاص يبقى ايه هي dangerous sign؟ اللي هي 2 سي نس و 2 جي اي تي. طب والسيمتومز بتاعته infection بس يا عم. هتفهم حاجه؟ انا بديك الكلمه بتاعت السكيما بس. التشايلد الساينز بتاعته دينجرس ساين والسيمبتومز انفكشن. الساينز دينجرس ساين والسيمبتومز انفكشن. ساينز دينجرس ساين والسيمبتومز انفكشن. رجع الدكتور بعد كده هنتكلم عن مين؟ ها؟ راح الدكتور عارف يعني ايه ستيبس؟ يعني ولا اي حاجه. طب ما كل اللي انا عمال اقوله ده ستيبس صح ولا انا غلطان؟ عشان الناس تبقى مصحصحه بقى. يعني ايه يا دكتور كل اللي انت بتقوله ده ستيبس؟ الناس اللي بتبقى معايا بقول لك ناس عاديه كانه انا بشوي. هو قال لك دلوقتي سيبك من الاوبجكتس. ولما جيت الراشونال انت دكتور قاعد في الوحده الصحيه جات لك ام بعيل عيان اول حاجه صنفت عمره مرضي. طب ما قبل ما اصنفش الم داتا؟ الم داتا يعني ايه؟ اسمه وعايش فين؟ الكلام ده اول اثنين اكتب عليهم الم داتا. كان الستيبس بشوي ما هو الستيبس من بعد الرابعه هيجي يقول لك اقرا كده الخمسه بتقول ايه؟ الخمسة بتقول ايه؟
شيك ايه؟ جنرال سايز. طب رقم 6 بتقول لك ايه؟ شيك مين سيمتوم. طب رقم 7 بتقول لك ايه؟ اس بي 4. يبقى اللقطه كلها في اول ايه؟ 4. ينفع عيل صغير من غير ما اكشف عليه، لا قبل ما اكشف عليه لا صبحي، لازم اعرف الداتا بتاعته اللي هي الديموجرافيك. الديموجرافيك يعني كل حاجه عنه، الايجي والسكس والبيرسونال والكلام ده. رقم 2 انا لم داتا عن فايتال ساينز، بلاد بريشر بقى، الفيفر، الكلام ده. صح ولا انا غلطان؟ اقرا كده كاتب ايه؟ يبقى 2 اكتب عليهم ايه؟ الم داتا. يعني ايه الم داتا؟ ايه يا عبد الرحمن؟ قول لي في ايه؟ ها؟ قول يلا. ماشي يا عبد الرحمن، انت عارف لما تكتب كلمه كلمه تعرف ايه مثلا. ده حلو قوي ان هي طالعه كده ساينس. ها رقم 2 يا عبد الرحمن، ماشي. ها رقم 2 بس تذاكر. انا ما خدت بالي. ها او مثلا صوت انت كده، كنت انت ما خدتش بالك بالعيله اصلا بتتكلم عنه. صح، بعد الكلمه بص. مثلا يلا الساينس بعد كده. انا قلت الله يخرب بيوتك. تقول يا عبد الرحمن اول حاجه اتنين الم ايه؟ داتا. ايه اللي الم داتا؟ اول حاجه كولكت ديموجرافيك داتا، تاني حاجه فايتال ساينز تيكينج. طب ما الفايتال ساينز دي تعتبر برضه داتا. اتنين اكتب عليهم مثلا الام، بيقول لك اسك المذر اباوت التشايلد بروبلم. اكيد اباوت ايه؟ التشايلد ايه؟ بروبلم. وفي نفس الوقت اسال الام، يا جماعه هي انيشال ولا فولو اب فيزيت؟ بروبلم البيت الثانيه بيت، مش بيت الى عبد الرحمن، بيت خفيف. ماشي الكلام. يلا البروبلم بعد كده ايه؟ ها قال لك اسال الام، يا جماعه هي انيشال ولا، يعني ايه انيشال ولا فولو اب فيزيت؟ هي دي اول زياره ولا متابعه؟ بس يا عم. وبسال الام عن فهمتوا حاجه، وبعد كده بقيت الستس زي الراشونال. تمام الله الله الورقه دي تكون تمام. لا ما تقلقش سالوا الله الله الله. اول حاجه انا اللي هتكلم بس عينك على الورقه كده تبقى راجل درس. بل انا اللي شايل. قلنا ايه اللي تشايلد بروجرام بسرعه؟ قلنا ان اللغه الناس اللي تتكلم. قلنا الاوبجكت بتاعت ايه؟ بي بي سي ار بالنسبه لمين؟ العيل الصغير. ان نعمل بروموشن للاعمل بريفنشن للامراض زي الانفكشن والانفكشن والاكسنا، بعمل كنترول للامراض والتريتمنت، واعمل سبيشال كير بروجرام فور هاند كير. منين؟ بص منين؟ مجموعهم انفق من 2 ل 5 اسمها بيت سكول. يا رب الناس تكون مصحصحه. الخدمات اللي بتتقدم اول حاجه للام نسرين هيلث اديوكيشن، وبعلاج نرص وديفلوبمنت مونيتورنج ووقايه وعلاج الورق ايمنايزيشن وتريت ايه؟ وتريتمنت. صح ولا لا؟ ماشي. الاي ام سي اي مليون عيل بيموتوا من الميزلز والملاريا والدايريا والدينجو فيفر والنيمونيا والمال نيوتريشن از بريدسبوزنج فاكتور. عشان كده عملوا برنامج مكثف اسمه اي ام اي سي اي. اول حاجه الاوبجكتيفز بتاعته ان انا ازود السكيلز بالنسبه للهيلث كير وركر، وان انا اعمل اديوكيشن للام اباوت الامبورتنس اوف ايمنايزيشن وبريست فيدنج والنيوتريشن والاو ار دي. بعد كده ان انا احاول اقدم الخدمات الاساسيه الاسينشال سيرفيس بالنسبه للعيل، واساعد في البريفنشن والمانجمنت بتاع الامراض، واقلل الموربيدتي والمورتاليتي. بالنسبه للراشونال بتاعي اول حاجه العمر المرضي فروم بيرث تو اب تو 2 مانس اسمه سيك يانج انفانت، من 2 مانس ل 5 سنين اسمه سيك تشايلد. اول حاجه بعرف الساينس، بعرف السيمتومز، بعرف حاجات روتينلي، ثم بعد كده بعمل له كلاسيفيكيشن. ده كله تحت مبدا كشف ثم علاج ثم نصيحه. اخلص من نصيحه، هيلث اديوكيشن، اخلص من العلاج، جيب اسينشال دراجز. الكشف اول حاجه الساينس اقسمها 2، اليانج انفانت بالنسبه للساينس والسيمتومز واحده، ان انا بدور على الجوندس واللوكال بكتيريال انفكشن. بالنسبه للتشايلد الساينس بتاعته دينجرس ساين اللي هم كونفالجن وان كونشسنس وفومت وان ابيلتي فور فيدنج او درينك. بالنسبه للسيمتومز انفكشن زي القفوه والديفيكالتي بريثنج والدايريا والاير انفكشن. بالنسبه بعد كده روتينلي زي الايمونايزيشن والنيوتريشن ستيت، بديله كلاسيفيكيشن يا بينك يا يلو يا جرين. رجع دكتور بعد كده هنتكلم عن مين؟ عن خلاص نلم الورق. للسيبس قلنا للسيبس عباره عن ايه؟ يا اما فايتال ساينس يا اما كوليكت ديموجرافيك داتا. بص في اي مشاكل؟ انا ابدا الورق اكتب على الدياجرام ده رايق. يا رب الناس تكون فاهمه احنا ماشيين ازاي. ايه اللي بالورقه؟ هتلاقي اهم سؤال في الحصه. هي السيرس اول اثنين، اول اثنين الم داتا الديموجرافيك داتا والفايتال ساينز تيكينج. ما هو انك تاخد الفايتال ساينز دي ما تعتبر ايه يا دالي؟ تعتبر داتا. واثنين اسال الام، اسك المذر اباوت ذا تشايلد بروبلم، واحدد ما انا هكده عن طريق الام برضه هل هي انيشال ولا فولو اب. هو الجدول اللي تحت مش باين صح؟ الدايجرام ده قرايه يا صبح كله. اه بعد كده نكتب الراشونال ده بقى في السؤال. اه نكتب الراشونال كامل. هي ايه رف يا عم عقاد؟ انت ما جيتش المره اللي فاتت عشان كده باينه لك كده. ايه رايك؟ اللي جنبك باين عادي. صبحي باينه يا اخي. سبحان الله يا عم الله يبارك. بقول لك ايه؟ استهدي بالله بس كده اقول لا اله الا الله. فين اللي مش باين عندك؟ بقول لك ايه صحيح؟ ليه بقى الورقه دي من اهم الورقه دي على فكره مش هقول غير نصها. ليه؟ لان في الورقه الثانيه اسهل منها فقلت اجلها عشان خاطر المواعيد. بس المواعيد اللي تحت ايه المواعيد دي؟ ايه ده؟ ايه ده اصلا؟ على فكره السنه الجايه في الاطفال الجدول ده بيجي دور اول يا بشوي، الجدول ده بيجي دور ثاني يا بالعكس. لازم الجدولين دول تتلط فيهم، الكوميونتي بيعشقوا الجدول الاولاني. عشان كده انا هقول الجدول الاولاني دلوقتي، اسمعني واسيب الجدول الجاي للمره الجايه لان كلهم مواعيد.
فممكن تتلخبط فيهم. سيب بس المذكره ثانيه. هو انا مش قلت ان الخدمات الاساسيه ايه اهم حاجه؟ اختك لو مخلفه كل شويه واخده ابنها وراح لمين؟ الوحده الصحيه. ليه؟ عشان تطعم العيال التطعيمات الفاكسينيشن في غايه الاهميه. ممكن بقى بعد اذنكم كده نصحصح مع بعض. الفاكسين الفاكسينيشن اللي انا لسه قايلها من شويه ميونايزيشن صح ولا لا؟ تطعيمات العيال الصغيره مواعيدها ايه؟ وبياخد ايه؟ انهي فاكسين؟ على فكره يا جماعه الفاكسينات مقسومه حاجتين، يا اما كومبالسوري. يعني ايه كلمه كومبالسوري؟ اللي فوق دي اللي هي اوبليجاتوري. يعني ايه اوبليجاتوري؟ يعني اجباري صح ولا لا؟ يا اما اوبشنال. يعني ايه اوبشنال؟ اختياري. يعني مثلا تسمع عن المنينجوكوكا الفاكسين ان هو اختياري، لكن الام ام ار اجباري. واحد يقول لك على فكره لما بيجي يعملوا فاكسينات اجباري او اختياري بتبقى بناء على ايه؟ بناء على طبيعه انتشار المرض. يعني لو المرض انديميك في البلد، يعني ايه انديميك؟ يعني عايش في البلد، فبيبقى خايف ان الناس تجيلها المرض دوت، فلازم كده كده التطعيم بتاع المرض دوت يبقى اجباري في الوحدات الصحيه. يعني احنا واحنا عيال صغيرين خدنا الاو بي في. الاو بي في ده اللي هو الاورال بوليو فاكسين اللي هو السابين عشان البوليو صح ولا لا؟ بص خدنا البي سي جي بتاع الكتف الشمال عشان الضرم، عشان التي بي، تي بي بي سي جي صح ولا لا؟ خدنا الدي بي تي اللي هو الدفتريا والبرتصص والتيتانوس. العيال الجديده اليومين دول بياخدوا الهباتايتس بي، احنا ما خدناش الهباتايتس بي. حد طعم الهباتايتس بي وهو كبير؟ ليه؟ لان الهباتايتس بي هنعرف كمان شويه انه بيتكتب في مواعيد الاجباري. واحد يقول لك طب ما انا بيجي دلوقتي لما بخلص طب او انا في طب يقول لي روح خد الهباتايتس بي فاكسين. لا، ما هو التطعيم اللي مكتوب في الجداول دوت احنا مكتشفين التطعيم ده بدري، متاخر. يعني ايه متاخر؟ يعني بداوا يدوه من اول 96 او 97. فاهم حاجة ولا لا؟ فأنت لو قبل كده تلاقي نفسك أنت وأنت كبير ما خدتش الفاكسين ده وأنت صغير، فأدام دخلت طب يبقى أنت بقيت أتريسك إن تيجي كونتاكت مع دم والكلام ده، فأقول لك روح خد الهباتايتس بي فاكسين، لكن لما أنا أكتبه كمان شوية أقصد بيه العيال الجديدة. فاهمين حاجة ولا لا؟ كلنا خدنا الإم إم إيه؟ بتاع الميزز والمامبز والروبيلا. كل الحوار إنه ممكن يجي يسألك في التطعيم. أنا هقول دلوقتي الإجباري بس، هسيب الأوبشنال دلوقتي خالص، بس نصحصح مع بعض عشان الدنيا تبقى مظبوطة. تعالوا بقى التطعيمات، التطعيم لها كام لفظ؟ اتنين، يا إما أوبليجاتوري يا إما إيه؟ قول يا حاضر معايا. يا اما اوبليجاتوري يا اما مين؟ كومبالسوري. يعني ايه اوبليجاتوري او كومبالسوري؟ يعني انت تطعيم يا دكتور، تطعيم يا صبحي، اجباري. السؤال ده ممكن يجي لك يا صبحي اي بي اي، معلش اكتب الكلمه دي، خلاص حفظنا الاي ام سي اي؟ العيال ترد عليا. يعني كده حفظوه. بص لي بقى كده معايا، اي بي اي، يعني ايه يا صبحي اي بي اي؟ اكسباندد، بص الكلمه دي، اكسباندد بروجرام فور اميونايزيشن. يا محمود يا ياسين، لو جالك سؤال اسمه اي بي اي اكتب له الكومبالسوري. يعني قصده التطعيمات اللي الدوله منزلاها، هو اللفظ كده بيتقال عليه كده، بروجرام اسمه اكسباندد بروجرام فور اميونايزيشن. لو سالني يعني سنين على كلمه اكسباندد بروجرام فور اميونايزيشن اكتبها يا فاطمه. اكتب الايه؟ الكومبالسوري، اكتب الاجباري. عارفين الاجباري يعني ايه؟ يعني المفروض سيادتك تسمع الجدول ده. هو انا مش قلت انا صبحي ان اي جدول عندنا في المنهج هنفكه؟ يعني ايه هنفكه؟ يعني في ظهر الورقه هنكتب الجدول من اول. شش نقراه الاول، نقراه الجدول اللي فيه كام حاجه. عبيد خلصت الاي ام سي ارمي؟ والله خلصت الحصه. عايز تبقى راجل برنس؟ ايه بقى؟ الورقه ونص ولا ورقتين ولا ثلاث ورقات ولا اربع ورقات الفضلان النهارده في الحصه تعمل ايه؟ تحاول تذاكرهم معايا في الحصه، فوت الوقت عبادي تذاكرهم معايا في الحصه. خلاص؟ ليه؟ لانك لما تروح البيت مش هياخدوا منك والعيال بتقلب، قال يعني هتعرف توصل لحاجه. اي ام ايه؟ سي اي. بص لي بقى معايا، خلصت الاي ام سي اي، يبقى انت راجل برنس. عارف الجدول ده المفروض تقول ايه؟ تقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم المواعيد. رقم اثنين التطعيم. مين البرنس بقى اللي يوريني مواهبه في الحفظ؟ رقم ثلاثه الجرعه. حسين، عارف يعني ايه مواعيد؟ يعني الواد هو ادبرس اول ما يتولد يديله نقطتين. اول ما تسمع ان اختك قالت لك ده انا الواد رحت احمد الواد ابن النهارده واديله نقطتين في بقه كده، اعرف ده الباشا او بي في الوحيد اللي بتاخد اوره. هو روتا فايروس، بس هو ما جابش سيره روتا فايروس اصلا، مش اجباري. خليك بس التطعيم الاجباري اللي بتاخد اورال اسمه اورال فوليو فاكسين. يعني يا حمود يا ياسين، سابين ولا سولك؟ سابين. انتوا عارفين سابين والسولك؟ انتوا عارفين بوليو؟ طب يلا سابين. السابين ده الاورال بوليو فاكسين. ده مين؟ ده السابين. يا حسين اول ثلاث شهور، شوف انا واخدها تدريج اهو، ياخد البي سي جي. يا حسين بتاع مين؟ بتاع تي بي. عارف البي سي جي اللي هو عامل لك بقعه في الكتف الشمال ده؟ انت عارف هو بيعمل بقعه؟ اولا هم قالوا الكتف الشمال ليه؟ يقول لك عشان يبقى ستاندرد. يعني ابص على كتف الولد اعرف هو واخد الفاكسين زمان ولا لا، بس مش قاعده برضه ده، لان في ناس واخده الفاكسين ومش عندها البقعه دي. فاهم حاجه ولا لا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، الفاكسين ده جرعته ضعيفه جدا، 1/10 مللي. اسمع اسمع، انترا ديرمال. عارف يعني ايه انترا ديرمال؟ عارف لما تيجي تخيط جرح وتدي بنج موضعي جوه الجرح جوه الجلد؟ عارف لو ساب كوتينيوس او انترا ماسكولار يعمل ابسس وفيستولا ونيكروزس. يعني الفاكسين ده الماده بتاعته رخمه قوي، لدرجه ان العيال الصغيره اللي عندهم الجلد بتاعهم ضعيف بنخلي الجرعه 5/100 مش 1/10، بنقلل الجرعه كمان. يعني دايما الفاكسين ده جرعته لو تهت فيها تبقى مصيبه، 1/10.
ملي انتر ده انا بوقع عينك بس. امال الاو بي في بتاخد كام نقطه على اللسان؟ نقطتين. هل انت كده حافظت ده ليه؟ لا انا عايزه تخش جوه الجدول وانا حافظه لك زي اسمك دلوقتي. يلا خش بقى. اول حاجه ات ايه؟ ادفيرس الف ادفيرس. عارف عارف دايما انا دايما بحب اسمي الاو بي في ده ايه؟ مهرجان التطعيم. اللي مش لاقي يدي حاجه يدي او بي في. كانت ماما سوزان الله يمسيها بالخير كانت تقول لك البوليو انت والبوليو خلي بالك فاهم ازاي؟ لدرجه وللاسف للاسف ما قدرناش نعمل البوليو اراديكيشن. كل اللي عملناه اليمينيشن. انتوا عارفين الفرق بين اليمينيشن والاراديكيشن؟ اليمينيشن يعني ما عادش فيه حالات بس الاورجانيزم موجود لانك بتطعم عمال على بطال. ادي الاو بي في اديناه ساعه الولاده وادينا البي سي جي في اول 3 شهور اول ايه؟ دلوقتي اليومين دول بقوا بيدوا البي سي جي ادفيرس برضه. يقولوا ليه؟ يقولوا ايه اللي خليك تسيب العيل 3 شهور؟ ما يمكن الام نفسها يكون عندها تي بي تقطص في وش العيل في اي وقت في الثلاث شهور دول. فدايما بيحبوا يدوا البي سي جي اليومين دول ادفيرس وراها بس ما تتوهش نفسك. يبقى مين ادفيرس؟ حفظته طبعا صح؟ تمام. ها نقطتين على مين؟ على اللسان. فاكر البي سي جي اللي بتاخد في اول كام؟ 3 شهور كانت جرعته كانت ايه؟ 1/10 مللي انترا ديرمال في الليفت تلتوين. اسمك ايه يا مينا؟ سمع اسمك بالكامل. هي لازم تتقال كده 1/10 مللي انترا ديرمال في الليفت تلتوين. لازم تتقال كده. بص لي كده معايا 2 4 6. برافو. يعني ايه 2 4 6؟ يعني الواد عنده شهرين وعنده 4 شهور وعنده 6 شهور. دول كم معاد يا صار؟ 3. كل مرة بياخد 3 فاكسينات ب3 حروف. عشان ما توش 2 4 6. يعني عند 2 هياخد 3 فاكسينات. وصلي عند 4 هياخد نفس الـ3. عند 6 هياخد نفس الـ3. عشان كده كاتبهم لك بالـ3 قصاد بعض. بص بص دول 3 مواعيد. ما توش يا بشوي. دول ايه؟ 3 مواعيد. بـ3 ايه؟ فاكسينات. مين مهرجان التطعيم؟ زي في أي حاجة. أو بي في. عرفت ليه سميته مهرجان التطعيم؟ دي بي تي يعني دفتريا برتصص تيتنس. البرتصص كيلت. اما السابين ده كان لايف اتنويتد. مش مهم مش مهم لما نيجي ندرسه. بص الكتاب التاني ما سابش حاجه. هو عارف انك ما خدتش مايك ولا باره فاهم حاجه ولا لا. فجايب لك كل الدنيا دي تاني فاهم قصدي؟ بس بطريقه تانية يا حسين. بطريقه الناس ادفانسد كده ناس هاي. بص يا حسين ده مين؟ نوع سابين نوع لايف لايف اتنويتد قوي على فكره. بص بص والبي سي جي برده كان لايف. البرتصه سكيل. طب هسألك سؤال للاذكياء بس اللي يردوا. امال الدفتريا والتيتانوس نوعهم ايه؟ توكسوي. طب انا قلت المره اللي فاتت ان التيتانوس توكسوي والدفتريا كلنا عارفين ان الدفتريا بتطلع توكسين. يبقى بيصنعوا الفاكسين من التوكسين فسميته ايه؟ ما تتوهش. انا بس بوقع عينك على الكلام. امال مين ده؟ ها؟ فيروس. انا عارف انك هتغلط وتقول كده والله. عشان كده بص هيباتايتس بي فاكسين. هما الاثنين بيتقالوا اتش بي في. مره فيروس ومره فاكسين على حسب الموقع. فاهم ازاي؟ يبقى ده هيباتايتس بي ايه؟ فاكسين. بص بقى كده معايا دول ايه يا حوده؟ ده 2 4 كام؟ بص الحركه يا حسين. بص يا حسين 9 9. ضعفهم كام يا حسين؟ 18. بينهم 12. يعني عند 9. بص 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 لي هنا بص لي هنا 9. هنكتب والله وهنعمل كل حاجه. 12 ضعفهم 9 ضعفهم 18 بينهم ايه؟ 12. عارف تلعب لعبه يا حسين؟ يعني 9 شهور سنه سنه ونص. العب لعبه 1 2 3. قال له ايه؟ قال له عند 9 فاكسين واحد اكيد مين؟ او بي في. بص عند 12 فاكسينين او بي في وام ام ار. عارف عند 18 او بي في وام ام ار ودي بي تي. واحد يقول يا دكتور انا بكتب في الامتحان. سبحان الله ونعم بالله يا عم حسين. بص لي هنا واحد في الامتحان يقول ايه يا دكتور انا اتلخبطت كتبت ايه؟ كتبت او بي في وبعدين او بي في ودي بي تي وبعدين او بي في ودي بي تي وام ام ار. حد فاهم حاجه؟ يعني كرر مين؟ الدي بي تي. بص بعينيك فوق هتلاقي الدي بي تي متاخد مره قبل كده 3 مرات قبل كده فمش ينفع يتكرر غير مره واحده تحت بس. يبقى او بي في. حد فاهم حاجه؟ يبقى او بي في او بي في وام ام ار على ظهر جدولك بعد اذنك. على ظهر جدولك انت بس دخلت جوه الجدول عم صبح. دلوقتي عايزين نحفظ الجدول. المفروض الجدول بيبقى عباره عن كام حاجه؟ 3. سهله الورقه دي يا علي؟ صعبه؟ جميلة. بقول لك جميلة. جميلة. الله يخليك يكرمك على بص على الحاجات. عشان الدنيا تبقى مظبوطة كده والناس ماشية كويس. يبقى سيبنا من الاي ام سي اي الورقة الغبية اللي هي تعتبر هي الحصة أصلا. لما بيجي بقى جدول التطعيمات السؤال ده مهم. لما يجي يسألك على جدول التطعيمات هو طبعا في الكتاب كاتب كده كلمة غريبة إن الهب فين الهب؟ الهب تحت في الأوبشنال. كاتب إن هو تبع الكومبالسوري. فاهمين حاجة ولا لأ؟ فاحنا هنسيبهم دلوقتي، ما تكتبش أي حاجة، أنا أصلاً مش هشرح الأوبشن النهاردة، وحتى لو هو كومبالسوري مش هديك مواعيده النهاردة، أنا يهمني مواعيد مين بس هدلي دلوقتي الجدول، لأن ناس كتير هتوه في الجدول، فبالله عليكم بص بص أول حاجة مين يا عم محمود يا ياسين؟ المواعيد، رقم 2 مين اللي بيتاخد؟ الفاكسين، رقم 3 الجرعة، أقول لك على حاجة خليك راجل برنس، المواعيد الدكتور حطهم A B C، هو ده الحفظ ده يا حسين. يعني إيه A B C؟ الـ A البداية والـ C البي الوسط والـ C النهاية.
اسعى بس مني. ايه بداية حياتك؟ ادبرس فهمتها بشوي؟ يعني افضل معادين في الجدول. ادبرس وفيرست 3 مانس. اول لا. وبعدين الوسط، الوسط اللي هو كم معاد يا سعيد؟ ثلاث مواعيد، ثلاث شهور، بثلاث فاكسينات، بثلاث حروف. 2 4 6 عارف النهايه يعني ايه؟ 9 بنفس اللعبه كده ضعفهم 18 بينهم 12. اخلص من المواعيد الاول. قلت لك لو اي حاجه فيها مواعيد نخلص من مين اول من المواعيد. مين البدايه والوسط يعني ايه البدايه؟ يعني قالت ايه؟ ادفيرس وفيرست 3 مانس مش دي بدايه حياتك؟ ثم 2 4 6 ثم 9 ضعفهم 18 بينهم. انا خلصت من المواعيد الاسرين يبقى انا خلصت من الموضوع كله. ليه بقى؟ سهله بقى. ادفيرس بقول لك ايه؟ تخلص من دول الاول. مين 2 4 6 او بي في دي بي تي هباتيتس بي فاكسين او عايزه تغنيها ثلاث فاكسينات بثلاث حروف او بي في دي بي تي هباتيتس بي فاكسين هباتيتس بي فاكسين. مين ادفيرس؟ يا رب نخش الجنة. مين ادفيرس؟ مين اشهر واحد فيرست 3 مانس؟ اي سي جي. ما دول انا خايف اتوه يا دكتور. دي اللي تدور بس. لا دي اللي تدور. والله ما هتدور بس. او بي في دي بي تي هباتيتس بي. ادي الاو بي في وادي بي سي جي. اقول لك حاجه ولا سالم العب لعبه العبها كده اكتب كده 1 2 3 ايه 1 2 3 دي؟ او بي في او بي في ودي بي تي وام ام ار او بي في فهمها عمر وام ما تكتبش لها عمر اه ماشي اه ما ايه انا خلصت عمر اه ماشي انت بتشتغلني كده فيرسي او بي في سكت لنا يا عمر ما انتش حلو فيرسي 3 مانس يبقى كام؟ ها بي سي جي العب اللعبه دي او بي في ودي بي تي وهبتدي بي صدقني هتفرق معاك عمر بانك تكتبها خلاص البدايه والوسط والنهايه البدايه والوسط والنهايه اقول لك على حاجه بقى ظريفه جدا واحد يقول لي يا دكتور طب انا ما بعرفش احفظ الجرعه ولا حمود حلوه حاجه كده يا حمود بقول ارمي المذكره من ايدك اخدها يا سين بص هنا كده كم معاد يابا؟ ثلاثه البدايه والوسط والايه؟ البدايه كام حاجه؟ اثنين ادفيرس وفيرست ايه؟ 3 مانس الوسط 2 4 كام؟ 6 النهايه 9 ضعفهم 18 بينهم طيب رد عليا الدكتور قال لي عشان اعرف احفظ البدايه عباره عن ايه؟ او بي في اللي هو ادفيرس او بي في طب والفيرست 3 مانس كام؟ بي سي جي وبعدين 2 4 6 او بي في دي بي تي هباتيتس بي فاكسين صح ولا لا؟ 1 2 3 او بي في او بي في وام ام ار او بي في وام ام ار ودي بي تي هقول لكم على حاجه كل الجرعات بص الفرق يا ريت بس المذكره نص ملي سب كوتينيوس او انتر مصر ده من اللي بيتقال عليه سب كوتينيوس يا عم محمود يتقال عليه انتر مصر عادي مش هركز معاك في ابتدائي يا كريم ما عدا اثنين يا كريم لسه اكيد الاو بي في اثنين نقطتين على اللسان صح ولا لا؟ والبي سي جي الجرعه المعروفه اللي هي 1/10 مللي انترا ديرمال في الليفت دلتويد. ايه رايك كده؟ اكتبهم بس الاول كل الجرعات كل الجرعات نص مللي سب كوتينيوس او انترا ماسك كل الجرعات نص مللي سب فهمتها ندى ولا لا؟ نص مللي سب كوتينيوس او انترا ماسك ما عدا اثنين يا جماعه ما عدا الاو بي الاو بي الف الاو بي بسرعه. اثنين دروبز على مين؟ على اللسان والف البي سي جي 1/10 مللي انترا ديرمال في الليفت ايه؟ في الليفت دلتويد. يعني بص في جدولك كده يعني بص في الجدول شوف الدكتور بيعمل معاك اكثر من حركه يا عمر سواء في الجدول العادي سواء في انك تفك الجدول عشان ده كله لطفي والجدول يتحفظ زي اسمك ويجي تاني حصه يتنسى يلا كده لطفي بص كده عليها كاتب ايه؟ اكتب على ادفيرس وفيرس 3 مانس البدايه ارجع تاني عيد الاسكيما بقى كانك بتذاكر لا في الجدول بقى يا سعيد فاهم حاجه ولا لا؟ في الجدول العادي اكتب على ادفيرس وفيرس 3 مانس البدايه في جنب كده واكتب عليهم حرف الايه حد فاهم حاجه؟ كاني بعكس الاسكيما تاني طب و2 و4 6 اكتب عليهم بي ودي تبقى الوسط صح ولا لا؟ تمام امال 9 ضعفهم 18 بينهم 12 اكتب عليهم ايه؟ سي واكتب جنبهم 1 2 3 بس يا عم قال لك الاو بي في ادي نقطتين على اللسان صح ولا لا؟ طب والبي سي جي 1/10 مللي انترا ايه؟ على فكره الاو بي في الاو بي في هيبقى نقطتين على اللسان ما هو نفس اللعبه طب والدي بي تي نص مللي ايه يا جماعه في ايه؟ نص مللي سب كوتينيوس او انترا ايه؟ طب والهيباتيتس بي نص مللي سب كوتينيوس او انترا مصر طب الاو بي في نقطتين على اللسان طب الاو بي في تاني نقطتين على اللسان طب الام ام ار نص مللي سب كوتينيوس او انترا مصر طب الاو بي في نقطتين على اللسان طب الام ام ار نص مللي انتوا فاهمين ولا لا؟ خلص الموضوع على فكره بس في حاجه بقى لو العيال عايزه ايه؟ العيال عايزه تبقى بقى ايه؟ على رايقه كده بقى فاهم؟ كاتب مره في الام ام ار رايت ارم مين الثلاثه بتوع السب كوتينيوس او انترا مصر؟ الام ام ار والجي بي تي والبي سي جي صح؟ لا بي سي جي 1/10 مللي انترا
ديرمال والاوبي في اورال اه ولا لا يبقى الهباتايتس بي مره كانت جنب الهباتايتس بي رايت سايد دي والدي بي تي في الليفت سايد والام ام ار في رايت ارم رايت ايه رايت ايه بس حط ده على الثلاثه ار اللي عندك رايت ارم اتنين ار اهم يبقى الام ام ار ده كده للحفظ بس للذكرى بس للذكرى ده هبل اللي انا ده خرف ده اللي انا بعمله واحد فاهم بس للذكرى بس بشوي بص بشوي ما واحد عايز يكتب الجدول كما انزل فرايت ارم مين اللي تاخد في الرايت ارم الام ام ايه طب لا يلا شويه خرف بقى كده عبد الرحمن دي رايت سايد ليفت سايد تميزهم ازاي عشان ال اولى سؤال ايه اللي بطلت تضرب مين الليفر علامه ايه اليمين رايت جدع جدع بس خفت كده هتقول رايت سايد وايه وليفت سايد يبقى مين رايت سايد الهباتايتس بي ومين الليفت سايد الدي بي دي بي دي مين رايت ارم الام ام ايه ميزهم كده على فكره يا جماعه عند شهر 9 وعند شهر 18 هو 9 كنا نديله ايه يلا بسرعه عند 9 كنا نديله ايه تسعة كنا نديله ايه طب و 18 او بي في و ام ام ار ودي ودي بي تي او بي في و ام ام ار كاتب لك ان بي جميله قوي عشان انت عملت ان بي تحت الجدول جميله بيقول لك عند شهر 9 نديله فيتامين ايه فيتامين ايه كبسوله واحده 100000 وحده عارفين ليه فيتامين ايه هو الفيتامين ايه مش قالوا لنا زمان كان مسؤول عن تكوين اللي بيسليها قال لك بيساعد في المناعه الفيتامين ايه هنا مش تطعيم لا العيل هو جاي بصوا هنا العيل هو جاي عند الشهر التاسع والشهر ال 18 هياخد ايه يا فاطمه؟ جاي ياخد تطعيم ايوه ايه هو؟ الاو بي في عند 9 وعند 18 جاي ياخد الاي بي في انتوا بتاخدوا مني ولا ايه؟ والام ام ار والدي بي ايه؟ يا رب صح؟ اروح جاي عند 9 مديله كبسوله فيتامين ايه؟ فيتامين ايه دوت 100000 وحده وعند 18 كبسولتين يعني 200000 وحده ده ليه كاتبها في ان بي تحت الجدول بيسال فيها اشمعنى فيتامين ايه يا عم داري؟ لان الفيتامين ايه بيساعد في تكوين الابيثيليوم بالذات بتاع الريسبيراتوري والهيرونيتراك فبيمنع حدوث الانفكشن كانها مناعه بيدي مناعه بيدي مناعه فيتامين ايه مره عند شهر 9 مره عند شهر كام؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ الاوبشنال بقى هنسيبه المره الجايه بس اللي مش واضح ده اللي متغمق ده اللي مش واضح هو اول واحد في الاوبشنال هب الهب ده اللي هو هيموفلس انفلونزا تايب بي اكتبوا لي اساميهم بس لحد ما ناخدهم المره الجايه اول واحد ده نيموكوكل عارفين نيموكوكل تبدا بحرف الايه البي نيموكوكل فاكسين اكتب كده نيموكوكل فاكسين اللي جنبه روتا فيروس فاكسين فاكر روتا فيروس ده اكتر سبب بيعمل جاسترونترافايرال جاسترونترايتس العيال الصغيره اكتر واحد بيعمل اكتر حاجه بتعمل جاسترونترايتس العيال الصغيره روتا فيروس الاولاني نيموكوكل انتوا مصحصحين؟ اه والله شكلكم بتشتغلوا روتا فيروس اللي بعده هيباتيتس اي اتش اي في هيباتيتس اي فاكسين انتوا عارفين الهيباتيتس؟ اه اي وبي وسي ودي واي وفي حاجات كتير كده بقول لك ايه اسمع بس مني مين فيهم الاثنين بالاكل؟ الاي والاي الاي والاي اه الاي اللي كان بيجي في الانفلونزا البريجننت الاي بيبقى خطر لو جه لي البريجننت لكن الاي والاي تافهين عموما بس بيجوا عند يعني لو خالتك اتصلت بيك قالت لك الواد ابن خالتك عنده 5 سنين ده اخويا هي بتشتكي لك بقى لانك دكتور بقى فاهم فبتقول لك ايه جاله صفره من 3 4 ايام والتهاب كبد وبائي وبتاع ابن خالتك عنده كام 5 سنين فانت مذاكر ربع مذاكره كده فقفلت معاه التليفون تقول ايه ابن خالتي حلقه ده امتى الواد ده فانت دخل كل دخل في دماغك لا خالتك دي معفنه اكلت الولد في اي محل معفن فاهم حاجه ولا لا لان الاي والاي دول ايه الاي والاي دول اكل فاهم حاجه ولا لا بس فانت اسالها اقول لها انت اكلت ابنك فين هو ده الايه يبقى الفهم كده هو بقى اللي يجي العيال الصغيره ده بتاع الاكل اللي هو الاي والاي والاي هو ده الفاكسين بتاعه هيباتيتس اي فاكسين انتوا معايا يبقى اول واحد مين نيوموكوكل الثاني مين روتا فايروس الثالث مين الرابع الانفلونزا واحد يقول لي هو انت بتملينا العناوين ليه؟ في مذكرات العناوين مش واضحه فيها يكتبوهم ورايا بس. فاضل اثنين فاريسيلا فاكسين، طب الفاريسيلا ده بتاع مين؟ السمول بوكس اللي تشيكن بوكس. تشيكن بوكس يا حوده؟ اخر حاجه يا حسين مين؟ المننجي كوكا الفاكسين. دول اللي بقى اقول ليه 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 تقولهم المره الجايه يا دكتور؟ استنى لاحظ ان اول مواعيد اصلا هتقابلك 2 4 6 فاهم قصدي لطفي ولا لا؟ فانا خايف ان 2 4 6 يخش مع 2 4 6 انا اللي يهمني الكومبالسوري الكومبالسوري الجدول كده تمام؟ مين اللي بتاخد في الرايت ارم؟ مين اللي بتاخد ليفت ساي؟ دي بي تي لان شفت بقى عرفت ولا ما عرفتش يبقى الهباتايتس بي هو اللي بتاخد ايه؟ رايت ساي اقلب الورق
ورق دي لعبه. انا اخد حاجه ده ايه 3 دقايق بالظبط او نص ساعه حاجه اكتب كده ادرس انت يا اخي ده بتوع الابتدائي بياخد اكتر من هنا يا اخي اخوك اللي في ابتدائي اصلا بياخد اكتر من معلش والله العظيم بياخد معلومات اكتر من هم ماليش حد في حاجه اضرب في الميه كده يكتب كامله توب يا حسني ايه ولو لسه كتير يا حسني طب يلا استاذ بالاول لا اله الا الله دقيقتين بالظبط يا جماعه كده والناس صحصح معايا اكتب بس يكتب كامله يعني يكتب كامله انا اول ما بدات بالتشايلد التشايلد خلص على فكره كل اللي انا سايبه بشوي الحته بس بتاعت الاوبشنال يا رب الناس تكون مصحصحه معايا بقول لك ايه يعني يكتب كامله مش انا قلت البنات كل اسمها حسني صحصح معايا بس 5 دقايق وهتبقى راجل برنس قلنا طب سمعوا الورقه دي وامشوا ورقه مش دعوه بقى انا قلت لكم تحسبوها بالورقه انتوا عيال ركزوا بس والله عيال عبيطه يا اخي انتوا لو تعرفوا ان الوقت دي اتفه ورقه عندك في المنهج كله يعني ايه ادرس انت اصلا اولا يكتب كامله ليه لانه لما جاب الديفينيشن وجاب الكاركترز وجاب الموربيديتي والمورتاليتي والنيدز كان عايز كل ده فالسطر الاولاني ده اكتب عليه ديفينيشن واكتب عليه مهم يا عيني مش الهيلث سيرفيس يعني خدمات صحيه يعني امسك كل مرحله عمريه اول مرحله خلصها مره في الكشف ايه مثلا المرحله اللي اسمها حزن طيب خلينا نيجي للسؤال ده حزن بعد الاوبجكت اللي ذكرنا خدنا موضوع غبي اسمه اي ام سي اي وبعدين جدول لذيذ اللي هو جدول تمام والله كده تكون زي بعد كده بقى بيتكلم ادالي عن كلمه ايه اقرا كده ادالي تقول لك الفتره بين البيبرتي والماتيوريتي من كام لكام انا 10 19 سنه اخر الاعدادي كده اول الثانوي اي هبل يرحمك الله مسعيد تعرف منين ان انت بقيت اقرا لا اله الا الله اول حاجه في فيزيكال تشينج في منتال تشينج في سايكولوجيكال تشينج دي الكاركترز بتاعتك اقرا اولا في مرحله هرمونال تشينج ولا لا شكلها بيحصل فيزيكال تشينج انكريس في الايه في الويت يبدا يبقى فيه زياده في الوزن او في الطول هايت او سيكشوال ديفلوبمنت ده كله بسبب ايه يا عم محمد حط دايره على الكلمه دي سال فيها مره يبقى الفيزيكال تشينج اللي بتحصل بسبب الهرمونال تشينج اكتب يا حوده انا عارف ان انا بجري يا عمر بس كلام عبيط بص يا عمر اكتب على الاثنين دول جروس هرمون ايه اللي زود الويت والهايت جروس هرمون واكيد اللي عمل سيكشوال ديفلوبمنت سكس هرمونز ده كله بسبب الهرمونال تشينج ده فيزيك رقم 2 مين منت يعني ايه انت يا سيد بص يا سيد التفكير بتاعك بيتحول من فروم اشطب على اوبريشنال كونكريت يعني ايه كلمه كونكريت خرسانه ما ترجمش الا ثلاث كلمات ابستراكت انا فاهمك ديدكتيف وريزون الثلاث دول لازم يتحفظوا ليه بقى كلمه ابستراكت او ديدكتيف او ريزونينج حتى يعني تفكير او تحليل يا عم استنتاج اكتب ثلاث كلمات بالعربي دول كلمه ريزونينج دي بتيجي معنى كلمه الاخذ بالاسباب ريزوري الاسباب عايز اقول ايه الاول الفيزيكال سهله صح يا عم انا لو مش واثق ان الكلام سهل والله ما اقول لك دلوقتي فتره حصل لطفي لطفي بعد الماتيريال والشال دخلنا على مين يعني ايه ادرس انت يا جماعه فتره بين ايه وايه بين البيبر والماتيريال كام لكام 10 سنين انت تعرف ان الواحده ادرس ان التكنيك ايه يعني ايه التكنيك 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 يعني ايه لا انت فاهم كذا ليه ومش كذا ليه فعايز يقول لك وانت صغير خالص قبل الادرسن المعلومه تخش تلزع عشان كده قال لك ايه التفكير بتاعك كان كونكريت يعني ايه كلمه كونكريت اللي بيتقال لك بتعمله اما بقى في اخر الاعدادي في اول السنه وتبدا تفسر وتستنتج بقى هو بقى كان بيقول لي اعمل كذا ده عشان مصلحتي ما تعملش كذا عشان بتضرني فاهم حاجه ولا لا ماشي بقى كده تفكيرك اتحول فهمت وعايز يقول ايه من كونه كونكريت ثينكينج الى ثلاث كلمات لازم تحفظهم زي اسم ابستراكت او ديدكتيف او ريزون يعني ايه سايكولوجيست علمنا على اربع كلمات بالله عليك اول حاجه بير ريليشن شيب مش علاقه بالذات البيره بير ريليشن شيب يعني شله او اصحاب تبدا تسهر بره بقى وتداب بره ويبقى لك شله ادي واحد او علاقه بالذات البيره نفس المعنى بص يا احمد اثنين الله ينور عليك يعني ايه كلمه ديترمينيشن اوف اديوكيشن جولز اهداف اكتبها بالعربي كده اهدافك من التعليم يعني وانت عيل صغير كنت تقعد تقول ايه رايح فين رايح المدرسه جاي منين جاي من المدرسه عندك احساس ان انت بتفضل طول عمرك تروح المدرسه في اخر الاعدادي بقى اول الثانوي انا نفسي اطلع دكتور نفسي اطلع ضابط نفسي اطلع حرامي اي حاجه بس المهم ايه المهم بتحدد اهدافك بقى من التعليم رقم 3 علمنا على كلمه سيلف ريسبونسبيلتي حد فاهم حاجه تحس انك مسؤول عن نفسك نفس المعنى بتاع الجمله الرابعه اندبندنس يعني ايه اندبندنس
اول ما صوتك يعلى على ابوك في البيت اعرف ان انت بقيت ادرس. واحد اثنين ثلاثة استهدف له ليه؟ لا لا الله يعني ايه ادرس انت بيرجل؟ يعني يا رب تخش النار يا ابني. يعني ادرس انت بيرجل؟ الفترة بين مين ومين؟ بين البيوبرتي والايه؟ قلنا كام تشينج؟ ثلاثة أربعة ماشي ها هو هما فيزيكال ومنتال وسايكولوجيكال. ايه الفيزيكال؟ انكريبت ليفل ايه؟ الهايت والسكشوال ديفلوبمنت بسبب زياده الايه؟ او هرمونال تشينج. اخر كلمه ونمشي يا عم. بقول لك ايه؟ مش عايز اطلع. هو لو جالك في الامتحان كلمه بروبلمز، هيلث بروبلمز بتاعت اي مرحله يقصد بيها الموربيدتي والمورتاليتي. لو جالك كلمه هيلث بروبلم يقصد بيها الموربيدتي والايه؟ تعال الاول على الموربيدتي. ثانيتين كده هما كام ايتم؟ الله يقول لك احفظهم ازاي؟ مش عايزك تحفظهم. تاني اسال نفسك يعني ايه ادرس؟ اخر الاعدادي اول السنه هل المشاكل دي بتجيلهم ولا لا؟ هي بص بصلي هي مرحله نمو؟ اه ولا لا؟ ومرحله سيكشوال ديفلوبمنت؟ يعني اي مشاكل لها علاقه بالنمو تبان في المرحله دي ولا لا؟ يعني الواد هيطلع مثلا له كيفوزز، عارف تسمع عن الكيفوزز؟ بتاع الماسكولوسكليتال او سكوليوزز السباين فيها مشكله، اي بنت هيبقى عندها مشكله في المنسترال بروبلم هتبان في المرحله دي لان المرحله دي مرحله سيكشوال ايه؟ ديفلوبمنت. طب مرحله هايبر اكتيفيتي؟ يعني الواد سرق من ابوه المفتاح العربيه؟ وطلعت شالب بالعربيه بره وجات العربيه متدمره. اول ايه؟ اكسيدنت. علم معايا كده. اول مشكله هتقابل العيل في المرحله دي اكسيدنت وانجري. ادي واحد مش عايزك تحفظ، انا عايزك تستوعب هل البروبلمز دي بتيجي للادرسنت ولا لا. رقم اثنين ماسكولوسكليتال. ليه ماسكولوسكليتال؟ لانها من مرحله ايه؟ اكتب كده لانها مرحله نمو. فالواد يجي له سكوليوزز، مشاكل في العمود الفقري. بقى ايه السكوليوزز ده؟ طب ايه الكيفوزز؟ الكيفوز ده القطر السباين عامله كده. طب السكوليوزز السباين واخده اس شيب لاترال كيرفتشر اوف سباين سكوليوزز. اه جدع مين. يبقى اول حاجه ايه؟ اكسلنت او ايه؟ انش. انا قلت احفظ. لا افهم بس. ام يبقى ايه؟ ماسكولوسكليتال. اي انفكشن زي ايه الانفكشن؟ عايزك تحفظهم برضه زي اسم مرحله الادرس. 3 ام في السطر الاول ميزلز مامبز مننجايتس. ميزلز مامبز انتوا عارفين المامبز دي من ستريس دي؟ هتعمل معناه ايه؟ الميل والسميل؟ لا الميل للاثنين. للاثنين لانه بيعمل ايه؟ بيعمل اوركايتس وفرايتس والايتس بينتهي فايبروزس والفايبروزس بينتهي بستريلتي. والفرق بين استريلتي والفرتيلتي ايه بشويه؟ ان الاستريلتي انفرتيلتي بلا عقم لان الفايبروزس خلاص الدنيا ايه؟ قفلت. ففي الميل والفيميل. عشان كده المره اللي فاتت كنت بقول لكم انا بطعم البيت وهي ادرسن. فاكر هيلث بروموشن اوف ادرسن؟ اجنست الام ام ار منها روبيلا عشان ما يجيلهاش روبيلا قدام ومنها مامبز عشان ما يجيلهاش اوف رايتس. حد فاهم حاجه؟ طب انا اسف. طب انا اسف. اول حاجه الايه؟ انت لو قلت كده انا ممكن اعيد الحصه كلها تاني. اكسيدنت وقال كده خلصت يعني؟ اكسيدنت 2 ام اي الانفكشن حط لك في كام عنوان؟ ثلاثه. انا رتبهم لك بقى. بص بص 3 ام ميزلز مامبز مننجايتس. اكتب كده كلم الشارع في الايتم الثاني. فاكر عربيه الكده اللي كانت قدام المدرسه؟ اه جابت لك ايه؟ جابت لك تيفود. جابت لك فايرال هيباتايتس. يقصد بايه الفايرال هيباتايتس؟ الايه والاي بالذات الايه يعني بتوع الاكل. فاكر الفود بويزنج؟ كان الايتمز دي كلها الدكتور لما قالها في كلمه كلم الشارع ده نزل الترعه جاله برازيت. ايه رايك كده؟ سكارس انتروبياس بالهرس. مش فاهم حاجه. حد فاهم حاجه؟ عايزك قلت لك عمرها ما كانت بعد الصفحات يا اخي. الار عارف يعني ايه؟ ريبرودكتيف تراكت مانيفستيشن. فرتبهم لي بالترتيب اللي انا عايزه. الاي از ايه؟ اكس. والام از ايه؟ ماسكولوسكليت. والاي از ايه؟ والار يا عم مدالي ريبرودكتيف تراكت مانيفستيشن. مين ريبرودكتيف تراكت مانيفستيشن؟ الميل. اكتب على السطر الاولاني ميل. الميل يجي له ميه في السكروتم هيدروسيل او دوالي في السكروتم فاريكو ايه؟ سيل او في التستس يعني. يبقى هيدروسيل او فاريكو سيل. هيدروسيل فاريكو سيل. السطر الثاني اكتب عليه في ميل يجي لها منسترال اند بريست بروبلم. حد فاهم حاجه؟ ليه؟ لان المشكله دي مشكله سيكشوال ديفلوبمنت. اي مشاكل لها علاقه بالجهاز التناسلي هتبقى في المرحله دي. امير اهو. مين امير؟ ايه؟ ما تمشي سكيما انت هتبقى امير. وبقى الحروف فين؟ مالكش دعوه ركز هنا بس. ايه؟ ما تكتبش حاجه. ايه؟ ام ماسكولوسكليتال اي والانفكشن جوه الانفكشن الدكتور رتبهم 3 ام كلم الشارع نزل الترع. عايزك تبقى راجل برنس في كل حاجه كده. الار الواد دوت لما في الثانويه العامه شرب سجاير ولا لا؟ في اخر دلوقتي من ابتدائي وحياتي بيهافير زي السموكينج او دراج ادكشن. في بي ثانيه بي مين لما جاب مجموع وحش الثانويه العامه اكتئب يا عيني حبس نفسه في الدولاب جاله ديبريشن. لو كان يعرف اللي فيها فاهم حاجه ولا لا يبقى محمود. 2 بي
بس بي خفيفه وبي تقيله، ما يجيش واحد في الامتحان عمال يقول ايه بي الثانيه البي البي يفضل ساعه، لا افتكر هي ما تطاش، يبقى البي الثانيه هي مين؟ سايكولوجيكال، يبقى بي وبي بيهافير، اصل عارف اللي بيحصل بيهافير وايه؟ سايكولوجيكال. فاكر انا حسين لما قلت لك المرحله دي هتاكل كتير هتاكل قليل؟ طب قلت فيا الناس بتقول قلت دي فين؟ محدش يتكلم. ايوه مش فاكر؟ في الهيلث بروموشن وفي ادرسنت برضه قلت لك علاج مرضين الاوبستي والنيوتريشن. ما هي يبقى هنا ايتنج بروبلم، كل كتير او كل قليل عشان كده كاتب لك المرضين. الايه الثانيه حد فاهم مرضاتك ازاي؟ امير فين؟ امير نايم على السرير. يلا بيت اهو، يلا اتنين بيت بس صحصح بس معايا وانا فاهمهم لك. بي خفيفه ايه؟ بسرعه. بي خفيفه ايه؟ بيهافيرال. بي تقيله ايه؟ سايكولو. والله الموضوع تافه، كل كتير او كل قليل اسمها ايتنج ديس اوردر. يعني ايه ايرلي ماترنتي؟ اتجوزت بدري. ايرلي ماترنتي لو واحده اتجوزت قبل 18 سنه ايرلي ماترنتي. الواد لما حبس نفسه في الدولاب جاله جرب، اقرا كده درماتولوجيكال زي حب الشباب زي الثانيه زي السكيف. فاكر السكيف دي احمد؟ كان اسم الاورجانيزم بتاعه حلو جدا، كان اسمه فيميل ساركوبتس كابياي. فاكر؟ اه. طب يلا دنتال يعني ايه؟ مشاكل السنان. امير اثنين بد، اثنين بد امير نايم على السرير صفر، يبقى ايه؟ اثنين بي بي خفيفه وبي تقيله، واثنين اي واثنين دي. قولهم لي تاني كده. امير امير اثنين بي اثنين اي اثنين دي. بسرعه بقى كده، دول 10 ايتم يا عم اللي انت كنت زعلان منهم. الايه ايه؟ صعبه الورقه دي بالله عليك؟ يلا خلاص عشان تمشي. الايه ايه؟ اكسلان تو ايه؟ وانجن. العروس الصغيره كلهم لهم هايبر اكسل، ما فيش منك في اكسلان تو انجن. ام وعلى فكره الماسكروسكيليتال شبه الريبرودكتيف، يعني دي مشاكل نمو ودي مشاكل سكشوال والاثنين بسبب الهرمونال تشينج. يبقى ماسكروسكيليتال زي السكوليوز والكيفوزز، والريبرودكتيف زي النيل هيدروسيل وفاريكوسيل والفيميل بريس ومنسترال بروبلم. في النص فيه انفكشن، فاهمها يا كريم ولا لا؟ 3 ام ميزلز مامبز مننجايت. انتوا معايا ولا مش معايا؟ ميزلز مامبس مننجايتس. وبعد كده ها اللي هو كلم الشارع يبقى فايرال هيباتايتس وتيفويد وفود بويزنينج. نزل الترعة اسكاريس انتروبياس بالهارسيا اي حاجه، صح ولا لا؟ طب اتنين بي، بي خفيفه شرب سجاير يبقى ايه؟ سموكينج او دراج ادكشن او بيهيفيرال. بي تقيله سايكولوجيكال زي الدبريشن، ايتنج ديس اوردرز عشان كده قالها ايه؟ ايتنج ديس اوردر، سواء اوفر او اندر، سواء اوبستي او اندر نيوتريشن، صح ولا لا؟ ايرلي ماترنتي اتجوزت ايه؟ بدري. اتنين دي دنتال درماتو لوجيكال. اخر كلمه تقولها لي ايه اللي تشنجز اللي بتحصل؟ ثلاثه وتقلبوا الورقه ليه؟ تشنجز في نفس الورقه. ها فيزيكال وايه؟ انت لو سايكولوجي الف الفيزيكال بسرعه. الف الفيزيكال الف الجنس الويت والهايبر سيكشوال ايه؟ ديفلوبمنت، صح ولا لا؟ نتيجه الهرمونال تشنج. يعني ايه؟ انت تفكيرك كان حاجه قلب بحاجه ثانيه، كان كونكريت ثينكينج الى يا سلام ابستراكت او ديدكتيف او ايه؟ اربع كلمات يحددوا السايكولوجيكال، بقيت بتسهر بره كتير يا عم دالي ليه؟ عشان في بير ريليشن شيب، بتبدا تحدد انت عايز ايه؟ هتذاكر ولا مش هتذاكر؟ ديترمينيشن وفي اديوكيشن ايه؟ جولز، ثم اثنين سيلف ريسبونسبيلتي اند ان ايه يا جماعه؟ وبالله التوفيق.